بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان من جديد. واستاد الأهلي النهاردة حلقة خاصة عن حصاد الجولة 27 من عمر وزمن الدوري الممتاز. هيكون معنا في الجزء الثاني من حلقتنا كباتن الكبار كابتن مصر النادي الأهلي كابتن ماهر أمام، وأيضا كابتن مصر النادي الأهلي كابتن فوزي السكوتي للحديث عن كل ما جاء في جولة 27 من نتائج ومباريات. في البداية طبعا حابب يعني لازم ننقل كل واجب العزاء للكابتن محمد سلامة شهير بإينو. كابتن إينو واحد من اللعيبة الكبار صراحة في تاريخ الكرة المصرية، مش بس في النادي المصري ولكن في تاريخ الكرة المصرية، واحد من نجوم الثمانينات من الأجيال الحريفة. الأجيال الحريفة هو جيل الثمانينات حينما كانت الكرة القدم من أجل المتعة. راجل له صراحة العديد من الإنجازات الهامة سواء مع نادي المصري أو سواء في مشاركته اللي كانت مع منتخب مصر، وهو والد نجم النادي الأهلي السابق كابتن معتز إينو. بنقول له البقاء والدوام لله، ربنا يا رب يرحمه ولأهله يا رب الصبر والسلوان. هبتدي اتكلم مع حضراتكم عن اجواء النادي الاهلي واخبار النادي الاهلي واستعداداته للقاء منانا ان شاء الله يوم الثلاثاء المقبل في بدايه مشوار النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. ادي امام حضراتكم كابتن محمد سلامه الشهير بإينو من مواليد حلوان، وصراحه هو مش من ابناء بورسعيد، هو من حلوان ولكن تاريخ كبير جدا مع النادي المصري سواء كلاعب او سواء في المجال الاداري. وصراحه هو كان يعني مرتبط جدا بمعتز وكان له دور مهم جدا في انتقال معتز الى النادي الاهلي، واحد من النجوم الكبار اللي توفى في اثر حادث اليم كان بيؤدي واجب العزاء في بورسعيد، وفي عودته تم الحادث. يا رب يرحمه يا رب. ارجع تاني لموضوع النادي الاهلي ودوري ابطال افريقيا والبدايات. ابتدينا نتكلم في البدايات، ابتدينا نتكلم في استعدادات النادي الاهلي. النادي الاهلي بدايته في استاد القاهره، استاد الرعب للمنافسين. استاد القاهره بالنسبه لجمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي له مذاق خاص، له طابع خاص، له اجواء خاصه. ان شاء الله هنشوف اللقاء يوم الثلاث هنا على قناه النادي الاهلي، وهنتابع مع حضراتكم عوده جماهير النادي الاهلي لاعب رقم واحد مع فرقته المسانده والتشجيع الجميل، ونفتكر ذكريات دوري ابطال افريقيا ودخول الجمهور مره اخرى وعوده الجماهير مره اخرى للملاعب. ودي المكانه الطبيعيه، انت بتلعب كره القدم من اجل امتاع الجماهير، هو ده حال كره القدم. ونبتدي نعيش الاجواء، لان دوري ابطال افريقيا وكره القدم محتاج الاجواء. انت لما تيجي تحكم على دوري وبتيجي تحكم على مستوى المنافسة ومستوى كل شيء من الناحية التنظيمية والناحية التقنية، بتحط الجمهور في العامل رقم واحد، تقول لك شكل الجمهور، الجمهور في الدوري الفلاني بيبقى شكله حلو، الجمهور في الدوري العلاني بيبقى شكله جميل، الجمهور في الشكل بيبقى عنده أغاني حلوة. وجمهور النادي الأهلي له طابع خاص ودايما موجود من بداية مشوار النادي الأهلي في آخر السبعينات في دوري أبطال أفريقيا، مرورا بقى في الثمانينات النادي الأهلي وماتش كوتوكو لو حضراتكم تتذكروه في استاد القاهرة في 82 83 النادي الأهلي حصل على البطولة، بعد كده دخل على أبطال الكؤوس 83 84 85، وفي 87 كان النادي الأهلي يحصل تاني بطولة دوري أبطال أفريقيا، كل ده كان في استاد القاهرة. ومرورا بالتسعينات والألفينات استاد القاهرة له طابع خاص مع جماهير النادي الأهلي. النادي الأهلي بيبتدي استعداداته. النادي الأهلي هيطير إلى الجابون فجر يوم 14 مارس عبر أثيوبيا. بعثة النادي الأهلي تقرر سفرها يوم 14 من مارس القادم إن شاء الله عبر رحلة ترانزيت، وإحنا معنا على الهاتف عشان نتعرف على تفاصيل أكبر طبعا كابتن مصر وكابتن النادي الأهلي كابتن أحمد أيوب المدرب العام للنادي الأهلي. مساء الخير يا أبو الكباتن. أبو حميد إزيك، أخبارك إيه؟ وحشت كتير والله. وأنت كمان يا أبو الكباتن، ويعني إن شاء الله كده تبقى بداية موفقة للنادي الأهلي، فرقة صعبة، فرقة بتلعب كورة، فريق منانا الجابوني. يا رب دايما كده يعني بالتوفيق للنادي الاهلي، وزي ما انت قلت كده هي اكيد صعبه لان هي كل البدايات صعبه. تمام، الحمد لله احنا يعني مركزين بشكل كبير، والكابتن مع سافر شاف يعني كان سافر شاف الفرقه وعمل تقرير للجهاز الفني، واحنا بدانا نتفرج على الفرقه من اخر مباراه في الدوري، والحمد لله يعني شفناها بشكل كويس، واللعيبه بتتفرج معانا بشكل كويس، وان شاء الله تكون بدايه موفقه لينا يعني السنه دي، اللقب يدخل النادي الاهلي تاني ان شاء الله. طيب فريق منانا فريق كان بره ارضه حصل هزيمه امام ريال كاديكو البوركيني ثم فاز بهدفين مقابل لا شيء، هل يسعى النادي الاهلي لحسم الامور منذ البدايه كابتن؟ يا
يعني اكيد انت بتلعب على ملعبك وفي وسط جماهيرك وبدايه البطوله، اكيد كل تفكيرك انك تعمل نتيجه ايجابيه، نتيجه حتى كمان تريحك في مباراه العوده. ولكن يعني احنا هنحاول، كره القدم فيها كتير، هتحاول تعمل ده، لكن نتمنى يكون توفيق ربنا معانا يوم المباراه واللعيبه جاهزه عشان تقدر تحقق نتيجه كبيره تريحك في مباراه العوده ان شاء الله. طيب بالنسبه للعيبه المصابين، هل الكل جاهز للقاء منانا؟ والله يعني حمودي ان شاء الله يعني بدا يجري في الملعب ويتمرن، اعتقد لسه شويه. محمد هاني خد كدمه في انكل رجله، لكن ان شاء الله بكره ممكن يكون موجود مع الفرقه. بس كده الحمد لله الناس كلها موجوده في قاعده افريقيه. كابتن احمد، بالنسبه لحراس المرمى، هل سيستمر محمد الشناوي في قياده حراس مرمى الفريق ولا ممكن يبقى في تغييرات؟ نفس الشيء بالنسبه للخط الدفاع، يعني هسال حضرتك بشكل اكبر، هل هو التشكيل اللي لعب امام نادي الداخليه اخر لقاءات الدوري هو اللي هيشارك امام منانا؟ يعني سؤال يا محمد، يعني ما اقدرش، يعني صعب جدا الاجابه وتحديد الناس اللي ممكن تشارك، ولكن انت كجهاز فني انت بتشوف الكوره وتشوف، يعني اول حاجه انت يعني بتحاول تحافظ على ثبات التشكيل عشان الانسجام، كل الكلام اللي انت عارفه ده. نعم. ثاني حاجه انت بتشوف جاهزيه اللعيبه اللي عندك والاستعداد بتاع اللعيبه والناس اللي انت مأهلها بشكل كويس وحالتهم، وتشوف الفرقه المنافسه بناء عليه انت بتشوف بقى مين اللي هيلعب ومين اللي هيشارك ومين هيكون موجود ومين اللي هتستعين بيه على الدك عشان التغيرات بتاعت المباراه، لكن نحدد من دلوقتي مين هيلعب صعب جدا. طيب كابتن محمد هاني كان اصيب النهارده، هل الاصابه يعني قويه ولا ايه حاجه؟ محمد اتخبط اول امبارح ورجله ثاني يوم وربت شويه. نعم. يعني طبعا كان صعب جدا كمل امبارح النهارده مع الفرقه، وان شاء الله ممكن يكون بكره ان شاء الله موجود مع الفرقه ان شاء الله. ممكن يكون جاهز. طيب كابتن احمد، الموسم الماضي ابتدى النادي الاهلي امام فريق قوي، فريق بيدفست، صراحة قدم أداء قوي أمام النادي الأهلي، والنادي الأهلي فاز بصعوبة هنا في مصر، وكان لقاء حتى جنوب أفريقيا كانت فرقة يعني رخمة بلغة الكورة، كانت صعبة على النادي الأهلي. هل ممكن يعني اتكلمتوا مع اللعيبة في أن برضو البدايات أمام منانا قد تكون بنفس الأمر بالنسبة لفريق بيدفست؟ أكيد، يعني طبعا احنا بقول لك احنا بنتفرج على الفرقة، فرقة كويسة وعندها لعيبة قوية ولعيبة سريعة، وارد جدا البدايه يعني تكون صعبه. الفرق دي احنا يعني برضو اكيد مش مالهاش تاريخ ومش عارفينها بشكل كبير، ولكن متغيرات في افريقيا كل سنه كتير، يعني فرق بتطلع كل سنه ما تكونش عارفها وتعمل نتائج كويسه. لا هي فرقه كويسه وفرقه صعبه. الفرقه دي السنه اللي فاتت لعبت مع الوداد في الوداد خرج يعني صعب بضربات الترجيح وكان محظوظ فيها. نعم. يعني ان شاء الله يعني هي مباراه صعبه، لكن ان شاء الله يكون استعدادنا جيد ليها ونعدي بشكل مريح ان شاء الله. طيب كابتن احمد، بالنسبه ل ما شاء الله النادي الاهلي في الدوري ماشي بشكل قوي، اقترب من الوصول الى حاجز الارقام اللي حققه نادي الترسانه من ما قبل، ده احد الارقام. ما شاء الله عندك اكثر من 20 لعيب داخل قوام الفريق احرز اهداف، هل ده بيعكس الاستراتيجيه الهجوميه لفلسفه كابتن عصام بدري والجهاز الفني للنادي الاهلي في الدوري؟ اكيد اكثر عدد لعيبه الفرقه بتحرز اهداف، كل دي اكيد بتعكس الاستراتيجيه زي ما بتتابع كابتن حسام والتكتيك اللي النادي الاهلي بيلعب بيه والطريقه اللي بيلعب بيها، بالاضافه لتركيز اللعيبه على تحقيق الفوز، تحقيق البطوله والالتزام التكتيكي داخل الملعب. يعني في ماتشات كتير بيبقى عندنا غيابات واصابات وانت بتريح لعيبه، في لعيبه بتدخل ما بتحسش بالشكل اتغير او الاسلوب اتغير، دي كلها مكاسب لينا اكيد. يعني طيب هل من الممكن ان نشوف محمد شريف في قائمه النادي الاهلي في الفتره المقبله، احمد حمدي يعود مره اخرى، اللعيبه الشباب اللي الكل بيتنبأ لها بمستقبل جيد؟ يعني اكيد يمكن ان شاء الله الفتره الجايه ربنا يكرمنا ويعني نحسم لقب الدوري، يعني بعد كده اكيد انت محتاج كجهاز فني تدي الناس اللي ما كانتش بتشارك بصفه مستمره، الناس تريح، ناس كانت محتاجه تريح، عاوز تدخل ناس في فورمة المباريات، كل ده يعني حساباتها تكون في دماغ الجهاز الفني قبل
طيب كابتن احمد، عايز اسال حضرتك، دخول مروان محسن ويعني ما شاء الله كان موفق، وكان بقالنا كتير ما شفناش احد فروده النادي الاهلي بيجيب بجون من كورنر، يعني هو اول ما نزل ربنا كان موفقه بصراحه، هو لعيب جيد، لعيب محترم. مروان وعودته للتهديف، فهل من الوارد ان احنا نشوف له ادوار بشكل اكبر مع النادي الاهلي الفتره المقبله؟ يعني بص، يعني يمكن مروان من مكاسب المباراه الكبيره اللي فاتت، المكاسب الكبيره جدا بالنسبه لنا كجهاز فني طبعا، اكيد عاوز مروان. مروان يمكن غاب عن الملاعب فتره طويله ورجع واتصاب. المباراه اللي فاتت تحديدا يعني هتبقى فارقه لسبب، لانه اولا شارك تقريبا شوط كامل، احرز هدف، عمل اسيست لهدف، الحاله البدنيه ليه شكلها كويس جدا. اللعيب لما بيبعد عن الملاعب فتره طويله بيبقى محتاج حاجه ترجع له الثقه يعني بشكل كبير. اعتقد المباراه اللي فاتت رجعت لمروان نفسه الثقه بشكل كبير، يمكن حتى تمرينه بقى مميز جدا، يعني بقى المقبل على التمرين بشكل كبير بعد المباراه، وحس ان رجع وهدف وساعد زمايله في مكسب المباراه، اكيد بتدي ثقه ليه كبيره جدا جدا. وما شاء الله هو جاب جون وعمل اسيست، يعني حتى كان في روح جميله ما بينه وما بين ازارو. طبعا. وبالنسبه لصلاح محسن، هل من الوارد ايضا دخوله كراس حربه، ولا لسه الجهاز الفني بيفكر في وجوده كلاعب جناح؟ لا وارد، لا يعني خلي بالك الجهاز الفني بيبقى عنده قدرات بيحاول يستغلها. نعم. منها، ولكن هي المباراه والتعامل مع المباراه بيفرض على الجهاز الفني خيارات كثيره، و بتخليك تحط استراتيجيه، تحط لعيبه يكونوا موجودين في البدايه، لعيبه ممكن تعتمد عليهم بعد كده. صلاح يعني جه وشارك معانا في مباريات واحرز هدف وبدا وقعد، صلاح خامه مميزه ولازم ونستفيد منه بالشكل اللي الجهاز الفني يحدده حسب احتياجاته طبعا. يعني كابتن احمد، عايز اتكلم مع حضرتك عن ايمن اشرف. الصراحه واحد من اللعيبه اللي يعني كان غير الوارد ان هو كان يبقى موجود، وبعدين جه النادي الاهلي بيشارك بصفه اساسيه في مركز مساك، هو من يعني لعبه مركزه الاساسي كظهير ايسر. هل كان بالنسبه لكم مفاجاه، ولا عشان كان في متابعه جيده هو احد ابناء النادي الاهلي كنتم متوقعين؟ لا مش مفاجاه بالنسبه لنا، يعني ادهم، خلينا نقول في الاول، ادهم شخصيه يعني متزنه جدا جدا ولعيب جيد جدا جدا، وافاد النادي الاهلي الفتره الاخيره يعني كتير جدا جدا. يعني عندنا مشكله في حته المساك، ولما كابتن حسام فكر انه يجيب ايمن، يعني فكر عشان الحته دي تحديدا، رغم احنا يعني حتى الناس كانت بتقول احنا جايبين باك ليفت واحنا عندنا ثلاثه، لا يعني احنا كنا جايبينه وعارفين ان احنا هنستخدمه في الحته دي. عندنا اصابات، عندنا ناس، يعني حجازي كان مشي، وكان رامي عنده اصابه طويله وربنا رجعه ان شاء الله بالسلامه وسعد فتره، وكان موجود نجيب، فايمن لما جه لا لعب واجاد وادى بشكل كويس، ومن اللعيبه المميزه جدا جدا في الفرقه الفتره الاخيره طبعا. طب عايزين نطمن على حاله رامي ربيع، وصل لايه؟ رامي يمكن لسه في مرحله العلاج، لسه في المانيا ولسه قدامه، يعني لسه في كشف بكره او بعده وهيحدد بناء عليه يعني الفتره الاخيره للعلاج، وهيرجع ان شاء الله. يعني اقترب من الرجوع. بالنسبه لحاله سعد سمير وحسام غالي وعبد الله السعيد، حالتهم البدنيه؟ لا يعني لا، سعد وعبد الله مفيش مشكله، موجودين مع الفرقه. حسام غالي يمكن عنده شد خلفيه ويجيب شويه، لكن لسه مش هنعرف، مش عارفين قد ايه يعني. طيب هتعملوا معسكر في مارس يا كابتن؟ لسه مش يعني كل الامور مطروحه، بس لسه مش عارفين يعني صراحه، يعني فتره يعني التوقف هتبقى طويله، هتبقى طويله، ولسه مش عارفين هل في مباراه وديه، هل في معسكر، كل الحاجات دي هتدرس دلوقتي. لسه خلي بالك برضه النادي الاهلي عانى الفتره الاخيره من ضغط المباريات والسفر، فانت يعني على قد ما محتاج الراحه برضه، يعني محتاج تجهز لعيبه عندك، فلسه هي حسابات لسه لم تحسن يعني. محتاج تاخد لعيبه، محتاجه تاخد نفسها. أكيد طبعا. والجهاز برضه، الجهاز محتاج ياخد نفسه الصراحة، ما شاء الله. يعني يعني الدوري السنة دي والموسم السنة دي يا كابتن أحمد بالنسبة للجهاز الفني صراحة ما شاء الله، كلكم عايزين جائزة خاصة، لأن أنت بتلاعب غير المنافسين، عندك الإجهاد، كنت بتنافس الإجهاد هذا الموسم. طبعا الأهلي كمل إفريقيا للآخر، وبعدها لحد دلوقتي بتلعب على طول يعني. طبعا كل الشكر للعيبة طبعا، هم في النهاية هم الأداء اللي في الملعب واللي بتلعب
وبتجري وبتتحرك وبتنفذ وبتأدي، فكتر خيرهم يعني. طب هل كابتن برضو عايزين الساده المشاهدين يعرفوا ان ازاي النادي الاهلي اولا بيحارب الاجهاد في ظل ضغط الماتشات اللي كل 3 ايام ماتش، يعني النادي الاهلي في فبراير اعتقد لعب 8 ماتشات. وفي نفس الوقت بتقدر ان انت تخلص ماتشات في الدقائق الاخيره، وده معناه ان معدل اللياقه البدنيه على اعلى مستوى، يعني بتشتغلوا ازاي كجهاز فني في هذا الامر؟ والله طبعا هو يعني اول فتره الريكفري بتاعتنا لازم تبقى يعني منضبطه جدا ومحدده جدا، سواء مع اللعيبه اللي بتلعب، وانت كمان في لعيبه ما بتلعبش بتبقى عاوز تحافظ على لياقتك البدنيه، فانت لما بتيجي بعد المباراه بتتمرن يعني عندك يومين بتمرن مجموعه لوحدها ومجموعه لوحدها، في لعيبه محتاجه تريح ولعيبه محتاجه تحافظ على المعدلات البدنيه بتاعتها. طبعا انيس قايم شغل ده بشكل مميز جدا، وفي نفس الوقت الحمد لله حتى في المباريات زي ما انت بتقول يعني حتى لاخر لحظه بتأدي وما تحسش ان في يعني اجهاد او تعافى، الحمد لله يعني ماشيين بشكل كويس الحمد لله. طيب كابتن احمد، انتوا بالنسبه لموضوع الدوري الممتاز هل مصممين على كسر الارقام وعمل تاريخ جديد بالنسبه للنادي الاهلي في الاعلى تهديفا والاكثر فوزا؟ والله بص يعني اي فرقه واي مدير فني هو الاول بيفكر في اللقب، يعني انت بتفكر ان يبقى عندك لقب وتحرزه سواء في اي مسابقه، يعني سواء كاس مصر او الدوري او بطوله افريقيا. بجانب ده وانت ماشي في سكتك وبتكسب بتحقق ارقام تبقى حاجه مميزه جدا، ولكن ما ينفعش تحقق في ارقام قياسيه، تفكر في ارقام قياسيه وتفكر انك تحققها وانت ما حققتش بطوله، لا انت بتفكر في بطوله. نعم. بعد كده بتشوف حساباتك انت ايه وخلي بالك يعني في فرقه وفي لعيبه محتاجه تريح وفي في مليون حاجه، انت مش هتفكر يعني صعب جدا تفكر في حاجات وتضر لعيبه او تضر فرقه، لا بس تفكر في البطوله وبعد كده تفكر في اي حاجه ثانيه. اللقب الاول بتاخدوها انتوا كده كده كخطوات يعني؟ طبعا هو اللقب الاول وبعدين حاله اللعيبه. طب يا كابتن هتنقلوا التمرين بكره من التتش؟ يعني غالبا ان شاء الله. ايه السبب يا كابتن؟ يعني يا كابتن احمد انا بحاول اخد منك اي تصريحات باي شكل. لا يعني احتمال يكون في التتش ان شاء الله. محتاجين تركيز اكتر عشان اللقاء. ختاما كابتن احمد، عوده جمهور النادي الاهلي للقاء منانا والعوده للعب في استاد القاهره في دوري ابطال افريقيا بالنسبه لكم ايه كجهاز فني؟ طبعا يعني اولا احنا يعني طبعا كويس ان احنا بقى لنا فتره بنلعب في الاستاد، بلعب يعني وحشنا بقى له كتير ما بنلعبش عليه، وارضيت كويسه ولعيبه حيث المساحه والارض. تاني حاجة محتاجين الجماهير وحشتنا ومحتاجينهم يفرحوا معانا وبانتصاراتنا ونفرحهم كمان يعني، فربنا يسهل ان شاء الله يكونوا موجودين في المباراة ويشجعوا الفرقة ويساعدوا الفرقة على الانتصار ان شاء الله. كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن احمد ايوب، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. المدرب العام للنادي الاهلي نقل لنا حالة لحالة النادي الاهلي اخر استعداداته للقاء منانا ان شاء الله يوم الثلاث، و كل الأمنيات والتوفيق للنادي الأهلي يبقى بداية قوية، اللي بيبتدي قوي بيكمل قوي في البطولة. عندنا خبر مهم جدا وهيبقى عليه العديد من الكلام. مستر هيكتور كوبر بيتابع المحترفين اللي موجودة في الدوري السعودي من الملعب، ودي حاجة من الحاجات المهمة. الأرجنتيني هيكتور كوبر ومعاه المدرب المساعد محمود فايز هيروحوا لمتابعة ال 12 لاعبين المصريين الموجودين هناك، عصام الحضري وعماد متعب ومصطفى فتحي في التعاون، شيكابالا ومحمد عطوة في الرائد، كهربا في اتحاد جدة، ومؤمن زكريا الأهلي وأهلي جدة، ومحمد عبد الشافي الفتح، صالح جمعة الفيصلي، حسين السيد وأحمد الشيخ في الاتفاق، وعمرو بركات في الشباب. وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر كان أجل إعلان عن قائمة اللاعبين المحترفين لمدة 72 ساعة استعدادا لمعسكر سويسرا المقرر انطلاقه في الفتره من 19 ل 27، وفي ماتشين وديين 23 و27 لاعداد الاعداد بكاس العالم في روسيا، كان اعتقد هيبقى في لقاء مع البرتغال واليونان، وبعد كده بفتره هيبقى في بلجيكا وممكن يبقى في كولومبيا. والمقرر كان اعلان قائمه اللاعبين المحترفين اليوم ولكن اجلها مستر هيكتور كوبر. صراحه في لعيب جامد جدا ولعيب عنده خبرات ولعيب دايما ما بتحتاج له بتلاقيه، لعيب هكلمكم عليه من الناحيه الرقميه عشان دايما كده في اوروبا يقول لك نمبرز نيفر لايز، يعني الارقام ما بتكذبش. في نفس الوقت
لعيب حريف جدا، تحب ان الكره تروح له، لعيب عنده شخصيه، هو لاعب وليد سليمان. وليد سليمان من النجوم الصراحه اللي منذ انضمامها للنادي الاهلي تحس ان هو متربي جوه النادي الاهلي، والناشئ اللي في النادي الاهلي متعود ان هو متاسس صح، وفي نفس الوقت من اللعيبه اللي دايما بتصنع فارق. ولكن خلينا الاول ناخد مدير المنتخب المصري المهندس ايهاب الهيثم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا كابتن، ازي حضرتك؟ الحمد لله، برحب بيك في قناه النادي الاهلي واقول لك الحمد لله على السلامه من سويسرا، من روسيا. الله يسلمك يا محمد، الله يسلمك. طيب حضرتك كنت في اسامبلي مهم جدا، وهو يعني الورشه، اعتقد كانت ورشه لمعرفه مراسم كاس العالم 2018 من الناحيه الاداريه، حابب ان حضرتك توضح للساده المشاهدين. مش من الناحيه الاداريه فقط، من الناحيه الطبيه، من ناحيه الميديكال، من ناحيه الميديا، من ناحيه الماركتنج، من ناحيه الاداريه، من ناحيه الفنيه. يعني كانت ورشه عمل شامله كل الاختصاصات، فالحمد لله كانت كويسه الحمد لله. من ناحيه يعني اغلب الاجراءات الحمد لله احنا ملتزمين بيها في نفس الميعاد، والامور بالنسبه لنا الحمد لله يعني واضحه تماما. يعني طيب وجود يعني بعثة من الجهاز طبعا الفني لمنتخب مصر وايضا الجهاز الاداري، بالتاكيد ده بيفرق معاكم كتير، بحيث ان انتوا كده لما توصلوا الى روسيا هيبقى كل حاجه معروف، التايم لاين بتاعكم ماشي ازاي، والجدول بتاعكم تعرفوا تحطوه بانتظام. هي طبعا هي زي ما قلت لك في بعض الامور الفنيه كانت معروضه في ورشه العمل دي، يعني في برضه النهارده بقى في حاله اتصال ما بين المدرب اللي في المدرجات مع المدرب اللي في الملعب، في حالة اتصال فيها الدكتور برضه في حالة اتصال ما بينه وبين في دكتور في المدرجات بيتكلم معاه قدامه شاشة قدامه سكرين، بيقدر يعرف حجم الإصابة، الإصابة فين بالظبط، عشان ممكن يكون الدكتور في الملعب مش شايفنا من بعيد، مش 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 على نفس المستوى بتاع الملعب، ما تبانش الإصابة أوي، فالدكتور اللي في المدرجات بيبلغه الإصابة في بالظبط وجات إزاي. نفس الشيء برضه في الامور الفنيه النهارده في مدربين بيبقوا موجودين حاله في المدرج، في حاله اتصال ما بينه وبين المدرب اللي في الملعب، هو شايف من حته اعلى، شايف الموضوع السكرين قدامه، عنده كل الداتا بتبقى قدامه، فبالتالي هل هيكون في اضافه لمدرب اخر في الجهاز الفني؟ مستر كوبر لسه بيفكر في الموضوع ده، ولسه ما عرضناش في الامر على اتحاد الكوره، ان شاء الله اول ما مستر كوبر يقرر وهنعرض على اتحاد الكره على طول. طب هل عرضوا موضوع التبديل الرابع اللي في الوقت لا الاضافي؟ لا لا لا، دي كلها امور لسه فنيه هم بيتكلموا فيها كاتحاد دولي، يعني كان لسه امور لسه ما دخلتش حي التنفيذ ولا حتى بيبلغونا بيها رسم. يعني هي مجرد فكره؟ مجرد افكار هم كانوا بيطرحوها وقت ورشه العمل، لكن لسه ما فيش قرار فيها بشكل نهائي بالنسبه للموضوع. يعني فكره للنقاش وليس للتنفيذ. وارده تكون تنفيذ كاس العالم، مش تفاصيل طبعا، لكن دي كلها امور معروضه لسه للاتحاد الدولي. وبالنسبه لتقنيه الفيديو يا فندم؟ دي موجوده من الاول، لو تاخد بالك في بعض المباريات في اوروبا موجوده. كان هيتم تطبيقها في كاس العالم. بص انا رايي في الاغلب موجوده. طيب عايز اتكلم حضرتك عن معسكر منتخب مصر خلاص على الاعتاب، حضرتك شايفه ازاي؟ اللقاءات الوديه اللي هيلعبها امام لقاء هيلعب الاول البرتغال ثم في اليونان، اعتقد البرتغال واليونان في سويسرا، هما الاثنين في مدينه زيورخ، ماتشين في نفس المكان، يعني يوم 20 28 ماتش البرتغال، 23 ماتش اليونان، 27. الامور تمام بالنسبه لنا، احنا الطفره هتكون يوم 20 مارس، الفيفا دي بتبتدي من 19 ل 27 مارس، في بعض اللعيبه هتكون اعلانات مباشره، بعض اللعيبه هتكون موجودين التجمع في مصر، لكن بصفه عامه الحمد لله الماتشين كويسين، طبقا مستر كوبر بيفكر في التفكير، عايز مباراه قويه، واللي فيه عنده بعض العناصر الجديده، بيكون في مباراه برضه متوسطه يقدر يستفيد من بعض العناصر اللي يقدر فيها. طيب هل هيبقى في لقاء امام المنتخب الكويتي ودي؟ المنتخب في المعسكر قبل نهايه كاس العالم ان شاء الله من يوم 20 ليوم 10 يونيو، هتخللها ثلاث مباريات، في مباراتين تحددوا بالفعل، الكويت يوم 26 وبلجيكا يوم 6/6 في بلجيكا، ما تحددش اما تكون في براسلز ولا فين بالظبط، لكن خلال ايام بلجيكا هي المستضيفانه، في خلال الفتره من 3 ل 7 يونيو هم كانوا فعلا طالبين يلعبوا مع منتخب مصر، كان في برضه بالنسبه لنا كان في استجابه ودعوه، هنرد عليهم ان شاء الله في الفتره دي.
طيب بالنسبة لمقر إقامة المنتخب في روسيا، هل الأمور على أكمل وجه؟ هل حضرتك تابعت كل الـ الأماكن، كيفية التحرك وكل الكلام ده في الورشة؟ اه طبعا في الورشة، بعد الورشة كان في زيارات للمدن نفسها، نعم شوف بنتابع في زيارات المدن، عندك بتشوف البنية اللي هتقوم عليها المباراة، بتشوف الفندق اللي هتكون عليه وقت البنية، وغير الإقامة بتاع الإقامة دائما حاجة، والإقامة في الفنادق وقت المباراة حاجة تانية، فهتكون فيها حوالي ماينس يومين، ماينس يومين قبل المباراة وبلس يوم بعد المباراة، فدي كلها في إقامة طب تانية انطباع خالص. حضرتك ايه عن هذه الاماكن؟ لا لا كويسة، لا بالملاعب طبعا كويسة جدا، طبعا مستوى عالي، الإقامة كويسة برضو، يمكن بعض الحاجات البسيطة اللي بتخصنا احنا في إقامتنا في الأكل في الريكفري بيبقى في ملحظات بسيطة، لكن الاتحاد الدولي على طول بنبلغه بيها وبياخد بيها على طول التعديلات، إن كل منتخب ليه ظروفه لنوعية إقامته لأكله لكل عادات التراديشن عاداته وتقاليده، كل واحد ليه وضع مختلف عن التاني، نعم. فاحنا بنبلغها وهم بيقوموا بيها على طول يعني. طيب متى يعلن مستر كوبر القائمة اللي هتسافر معسكر ماريس افندي؟ القائمة كلها مكتملة. خلال يمكن بكره او بعد كتير اثنين او الثلاث، اللي هي بتبقى حوالي 14 يوم قبل الفيفا دي، فبكثير هتبقى يمكن الثلاث الصبح او حاجه. هل في أسماء جديدة؟ دي طبعا حاجه ما تخصنيش طبعا، دي تخص مستر لا، كوبر ممكن يكون حضرتك عندك معلومة. اول ما بعلنها على طول، اول ما بنعلن على طول بننزل موقع اتحاد الكره الاسماء، يعني يمكن الثلاث الصبح ان شاء الله. طيب بالنسبة لبطولة الدوري حتى الآن واحنا داخلين على مراحل الحسم، هل الجهاز الفني كان أبدى إعجابه أبدى استياءه، وكان له أي ملاحظات عن مستوى بطولة الدوري الآن؟ نعم بيتابعوا مباريات الدوري كلها الفترة اللي فاتت، بيتابع اللعيبة المحترفين اللي بره، ما فيش أي ملاحظة، لكن بيتابعوا اللعيبة، ما فيش حاجة معينة تذكر يعني، الأمور من الناحية الفنية بيتابعوا اللعيبة كلها يعني. مهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري لكرة القدم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا وبتمنى لكم طبعا التوفيق، منتخب مصر وحلم اللاملين. كنت بتكلم على وليد سليمان وحابب ان انا اقول لحضراتكم بعض الاحصاءات، وبشكر زمايلنا في الاعداد اللي مدونا بهذه الاحصاءات القويه والمهمه للغايه. وليد سليمان لعب 16 ماتش، جاب 7 اهداف وعمل 3 اسيست، اذا هو شارك في 10 اهداف من 16 ماتش هو كان فيهم. شاط على المرمى 19 كورة أحرز منها 7، ودي نسبة جميلة جدا جدا للاعب جناح في نفس الوقت بيشارك كصانع لعب. وليد من اللعيبة اللي دايما بتصنع فرق انه بيعرف يجيب جوان، يعني ماتش أهلي وإسماعيلي أمام حضراتكم وليد سليمان بيحرز هدف فوز، أهلي وزمالك برضه هجيبه لحضراتكم وليد سليمان بيعمل ضغط وبياخد الكورة وبيعمل أسيست بيحرز منها هدف، في نفس الوقت بيصنع هدف آخر لوليد أزارو. وليد سليمان امام نادي المصري ايضا بيحرز اهداف، اذا الفاليو اللاعب وقوته بيبقى على مستوى المنافسه. ممكن يكون عندي احد اللعيبه المحترفين في الدوريات ولكن مستوى المنافسه هناك ما هوش على المستوى المطلوب او مستوى اللعيب الدولي اللي عنده خبرات اللي انت محتاج له، لان الماتش الدولي محتاج شخصيه مختلفة، محتاج إمكانيات فنية مختلفة، وكل هذه الأمور موجودة في وليد سليمان اللي بقول لحضراتكم منذ انضمامه للنادي الأهلي أنت تحس إن اللاعب ده متأسس في النادي الأهلي، هو من ناشئين نادي الجونة ثم كان له فترة مع بتروجيتو ثم إمبي ثم أهلي جدة ثم النادي الأهلي، وكلنا فاكرين نهائي الترجي في 2012، كلنا فاكرين مشوار وليد سليمان مع النادي الاهلي في بطوله 2013، وايضا دوره المهم جدا في حتى نهائي الكونفدراليه هو عامل الاسيست لعماد متعب. اذا في كل هذه المباريات الهامه للغايه وليد سليمان كان موجود فيها مستواه في الدوري. انا جبت لحضراتكم الاحصاءات والاحصاءات لا تكذب، شخصية وليد سليمان معروفة لكل لعيب، دايما عنده حمية عنده غيرة بيلعب بيقاتل في الملعب غير إمكانياته الفنية، وحتى شفنا الهدف الجميل اللي أحرزه أمام الداخلية من ضربة ثابتة، وبقالنا كتير ما شفناش أهداف بهذه الجمال، يعني ضربة ثابتة الصراحة كانت ممتعة للغاية من وليد سليمان، وادالنا حلول جديدة موجودة داخل وليد سليمان وموجودة داخل النادي الأهلي، هو لاعب جدير بالانضمام للمنتخب، ونتمنى أن مستر كوبر يحط كل هذه الأمور في
الحسبان لان المنتخب يحتاج الى وليد سليمان. ادي لقاء الاهلي والزمالك وادي الضغط اللي وليد سليمان عمله في الهاي ديفنسيف لاين او الضغط العالي وازاي بيقدر يقطع الكوره وفي نفس الوقت بيعمل تمريره حاسمه. لاعب عنده حلول، لعيب حريف جدا، قدم يسرى بتشوفه بتتكلم على راي كابتننا الكبير كابتن ميمي الشربيني، هو من اصحاب المهارات الخاصه اللاعب وليد سليمان. ولو قعدنا نتكلم ممكن نعمل حلقات عن وليد سليمان وعلى حرفنته وموهبته وشخصيته واهدافه، وكل هذه الامور بتصب في منتخب مصر، ولازم ان يكون وليد سليمان له دور لعيب من اللعيبه المهمين الصراحه في الكره المصريه، وشخصيته واسلوبه الصراحه دايما بيحطه في لعيب الفئه الاولى من المهارات في الكره المصريه. لان احنا نتكلم على موضوع اخر عن نجمنا محمد صلاح، وايدن ازار نجم نادي تشيلسي كان بيتحدث على لاعبي الفئه الاولى اللي في الدوري الانجليزي، وليد سليمان من لاعبي الفئه الاولى في الدوري المصري من ناحيه الامكانيات. هنتكلم على محمد صلاح سريعا. ازار اداله كلمتين حلوين الصراحه، لعيب محترم ازار بيعرف يصرح، لان كان في جاري نيفل من فتره اتكلم على محمد صلاح بشكل غير لائق، ولكن ايدن ازار لما سالوه عن محمد صلاح قال واحد من افضل ثلاث لاعبين في الدوري الانجليزي الممتاز. صلاح وصل ل 24 هدف ودخل في ريكوردز جديده وكسر رقم لويس سواريز مع ليفربول. والاحلى حاجه في صلاح انه ما بيحطش كلمه مستحيل قدامه، ودي حاجه من الحاجات اللي لازم كل شبابنا كل لعبتنا الصغيره تحطها في دماغه، ان لما اكون عندي طموح ما احطش كلمه مستحيل، ان لما اكون عايز احقق حاجه. صلاح لو اي حد اكثر المتفائلين تحدث معاه ما كانش هيتوقع ان محمد صلاح يصل الى هذا الامر، يصل الى هذه الارقام ما شاء الله. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، واستقبل ضيوفي وضيوفكم الكبار كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن ماهر امام. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا محمد. ازيك يا محمد؟ وحشتنا يا كابتن. وانت كمان والله. ايضا كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن فوزي سكوتي. مساء الخير ابو الكباتة. مساء الخير يا كابتن محمد. دايما كده. الله يخليكم كابتن ماهر. طبعا كابتن فوزي. الاهلي يصل الى الفوز 23 والنقطه 72، ولكن خلينا ناخد مع حضراتكم نتائج الجوله 27. خلاص دخلنا على او اقتربنا على مراحل الحسم في الدوري المصري الممتاز. النتائج جاهزه يا جماعه ولا لسه؟ طيب هنبتدي بالزمالك وطلاع الجيش. الزمالك يفوز بثلاث اهداف مقابل لا شيء. اتحاد وطنطا في ملعب طنطا، الاتحاد ثلاث نقاط مهمه للغايه بهدف مقابل لا شيء. الاهلي والداخليه، النادي الاهلي يفوز بثلاث اهداف جميله على فريق الداخليه. ووادي دجله والرجاء، الرجاء يتفوق ويتالق ثلاث اهداف مقابل هدفين في لقاء كان ممتع للغايه. الانتاج والنصر تعادل 1-1. الاسماعيلي يتفوق بكالدرون على سموحه بهدفين مقابل هدف. وام بي والمقاولون في واحده من امتع المباريات، ثلاث اهداف لام بي مقابل هدفين لابناء الذئاب الجبل. بتروجيت والمقصه تعادل بدون اهداف. والمصري امام الاسيوطي في اخر المواجهات، المصري يقتنص فوزا مستحقا على النادي المصري ثلاث اهداف مقابل هدف. دي كانت نتائج الجوله ال 27 من الدوري الممتاز، ولكن هنبدا بلقاء النادي الاهلي. كابتن ماهر، نادي الاهلي واجه فريق الداخليه، فريق الداخليه من الفرق الصعبه دفاعيا، متكتل تكتل دفاعي كبير، ولكن النادي الاهلي بالخبره وبايضا استغلال الضربات الثابته احرز هدفين واحرز الثالث من امتع الاهداف. بسم الله الرحمن الرحيم. مبروك طبعا للنادي الاهلي فوز على الداخليه بثلاث اهداف عشان يصل للنقطه 72. يبقى باقي يا محمد كده لو نيجي نحسبها يمكن مباراه او مباراتين والاهلي حقق بطوله الدوري العام رسميا. رسميا نعم، وده هيبقى الانجاز الثاني للجهاز الفني واللاعبين. الانجاز الاولاني ان السنه اللي فاتت ان الفرقه ما خسرتش وكانت اقوى هجوم واقوى دفاع. السنه دي يعني طبعا ارقام مميزه بيحققها الجهاز الفني واللاعبين، انك انت بتحصل على بطوله الدوري العام 17-18 في قبل نهايه الموسم يمكن بحوالي 6-7 اسابيع.
وده هيرجعنا للزمن يمكن جيلنا احنا جيل السبعينات كان من ضمن الاجيال اللي حققت يمكن هذا الانجاز اللي بيتكرر نتيجه التواصل اللي بين اجيال بينها وبين بعض. زي ما قلت محمد فنيا ان نادي الداخليه كان يهمه جدا ان هو يخرج بنتيجه ايجابيه في هذه المباراه، لكن زي ما احنا شايفين النادي الاهلي مع بدايه الدور الثاني واضح قوي ان في كوره عالميه، كوره احترافيه، كوره يعني فيها ثقه كبيره جدا من الجهاز واللاعبين في الاداء الفني، احراز الاهداف زي ما شفنا جمل متكرره بشكل كبير جدا اذا كان من الاطراف او من العمق او زي ما انت قلت الكور الثابته، ودي مهمه جدا للمدير الفني. ساعات بتلجا لهذه الكرات الثابته في انك انت تفتح بعض المباريات اللي انت بتتكلم عليها اللي فيها تكتل دفاعي واضح جدا. معظم الفرق اللي بتقابلك يا محمد ما عندهاش حلول غير ان هي تدافع بنسبه 70-80%. ال 20% التانيين بتعتمد فيهم على اذا كان كونتر اتاك او كوره سريعه، او اذا كان فاول من ضمن الفاولات او كورنر يقدروا يستغلوه بشكل جيد او بشكل كبير عشان ينولوا من النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي خبره لعيبته والشخصيه البطل واللعيبه المميزه اللي موجوده من خلال ال 25 لعيب اللي بيدفع بيهم حسام البدري فيها شفافيه وعداله. قلنا قبل كده من الجهاز الفني ان هو بيدور اللعيبه بشكل احترافي بشكل جيد. دي طبعا جمله من ضمن الجمل النادي الاهلي بيسجل بيها اهداف متكرره، والكره دي كان فيها كمان شك فيها شك لكن هي مش اوفسايد يا محمد. يمكن لو هنشوفها هتلاقي بص هي بالنسبه لي مش اوفسايد بالنسبه لنا كلنا مش اوفسايد، لكن عندنا اللاين مان يا كابتن دايما ما بيلعبش على الريسك، ما بيلعبش على المخاطر، هو بيرفع اوفسايد بيرفع وخلاص. لكن طبعا ده هدف من ضمن الاهداف زي ما قلت لك المتكرره اللي بيبقى من خلال اجاييه ووليد او وليد واجاييه او عبد الله السعيد، يعني بيشاركوا وليد وصلاح محسن يعني بيشاركوا بشكل كبير نتيجه التجانس اللي موجود عليه هؤلاء اللاعبين، الثبات في التشكيل، طريقه اللعب، كل ده بيجيب الاداء الجيد المتميز اللي احنا بنشوفه من خلال الدور الثاني للعيبه النادي الاهلي. الخبره طبعا الموجوده اللي بتعمل توازن زي ما شايفين كده، يمكن احمد فتحي من ضمن اللعيبه اللي بتعمل توازن بشكل كبير جدا في خط ظهر النادي الاهلي، عبد الله السعيد بيعمل توازن بشكل كبير جدا في نص ملعب النادي الاهلي، وليد سليمان اللي احنا كلامنا بقالنا اكتر من اسبوعين ثلاثه بنتكلم على وليد ومميزات وليد وحلاوه وليد وخبره وليد واداء وليد في احرازه للاهداف لما بيبقى من بره وتغييره لوليد بتبقى مؤثره بشكل كبير جدا على اداء النادي الاهلي. وليد من اللعيبه المميزه اللي انا شايف ان يعني لازم منتخب مصر مستر كوبر لازم يفكروا بشكل كبير جدا في وليد، لان وليد بيعتبر قوه ضاربه في النادي الاهلي وفي نفس الوقت كمان هيكون قوه ضاربه ان شاء الله في منتخب مصر. كابتن فوزي، دخول اجاييه للعب كصانع العاب مركز رقم 10 وتغييره في المراكز هو وليد سليمان، ايضا عوده مروان محسن ونزوله ثم احراز الهدف، فهل دي كانت من اهم مميزات لقاء الاهلي والداخليه؟ يا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني انا بنبارك طبعا النادي الاهلي على الفوز طبعا على النادي الداخليه، لان دي خطوه مهمه جدا في وصول انه خلاص يعني ان شاء الله فاضل له ماتش ولا حاجه ويبقى كده نبارك له على الدوري باذن الله، هيرتاح نفسيا لانه عايز يتفرغ فعلا لبطوله افريقيا. في نفس الوقت اللعيبه اللي موجوده هيقدر يلعبها براحته، يعني مش هيلعب مثلا عشان يتغلب ولا لا، اللعيبه اللي موجوده كل اللعيبه كابتن ماهر انت عارفين كلها مميزه. بس بياخد الفرصه، يعني ما شفنا يعني انبسطنا اول لما مروان ربنا كرمه وافتتح كده وجاب جون كويس، دي بتفتح نفس اللعيب خاصه لما يكون راجع من اصابه كبيره. كابتن محمد بقى لنا فتره كابتن يعني كانت ضربه ركنيه واحرزها بدماغه ما عندناش، يعني كان في فتره النادي الاهلي كان يعني احراز الاهداف من ضربات ركنيه ما كانتش مهمه جدا، مهم يبقى عندك واحد فعلا بيلعب براسه كويس جدا. بنشوف فرق كتيره قوي بتعتمد على الكور الفاولات اللي بره 18 يطلعوا ياخدوها يحطوها في جون، حتى مش في الدوري المصري، الدوري الاوروبي بيعتمدوا على الفاولات دي، لو بيعتمدوا على الفاولات اللي بره ال 18 زي ما يكون عندنا زي وليد سليمان ما شاء الله. يعني انا بجد لما بنتكلم بنقول وليد سليمان، وليد من اللعيبه المميزه الجميله
اللي بتعتمد عليه اللي هو هل وليد يصنع فارق كابتن وليد سليمان؟ اه طبعا. لا وصنع فارق وشفنا الهدف اللي سجله من فاول. نعم. هدف جميل حلو زي ما انا بقول لك كنا بنتكلم بنقول لما بتقعد تتفرج على الدوري الاوروبي بتشوف ميسي ولا رونالدو بيحط فاول هو لسه ميسي احرز هدف في الاتليتيكو لسه نفس يعني بص بنبقى فرحانين جدا تخيل. نعم. بقى اللعيبه عندنا بيعملها. نعم. وعلى فكره في حاجه غريبه كنت ماهر برده كنت محمد في الدوري. في فاولات كتيره قوي جميله جدا. نعم. يعني الاسبوع ده في كام فاول اتلعبوا. نعم. هنجيب كل الاهداف وفي فعلا هو اسبوع ضربات السبت الضربات الثابته فبقت الضربات الثابته الضربات الركنيه. النادي الاهلي لما بيلعب وتملي بيبقى مثلا زي نادي الداخليه بيدافع كويس كابتن علاء بيعمل دفاع كويس وحتى غير طريقه لعبه كابتن ولعب بخمسه مدافعين هو طبيعته ان هو بيلعب اربعه دي اللي انا كنت عايز اقولها بص يا كابتن محمد انك انت مش لازم تلعب بطريقه 4-2-3-1 مثلا. لا انت بتشوف امكانيات لعيبتك اللي عندك. انا ممكن بلعب نادي زي النادي الاهلي عندي قوه هجوميه شرسه وخط وسط وخط دفاع ملعب بالليبرو يعني ايه هي دي اتمنعت اتلغت؟ لا بالعكس انت بتحس انك انت في سرعات موجوده في ازارو في صلاح محسن في عجايب الناس اللي بتيجي من الخلف كلها فلازم احمد فتحي من اليمين واخد. نعم. بالك معلول من الشمال عايز يقفل على الناس دي كلها فايه. نعم. المشكله ان لما بتلاحظ لما انا شفت الماتشات بنتكلم على الماتشات اللي جايه كمان الفرق اللي جايه بتلعب يا كابتن ماهر انت كنت راجل مساك وعارف يعني ايه بتمسك الفرد ما بتخلوش يروح يمين او شمال. يعني لو كان سعد واحنا قاعدين في المحاضره قول له لو طلع بره يشرب اطلع وراه. نعم. يعني شوف قد ايه دلوقتي لا انت بتسيب الفرويد بيتحرك كل واحد لما يجي ناحيته المساحه بس زون الترحيل يعني المساحه بس طب ما انت في لحظه ههرب منه. نعم. غير لما يكون واحد ماسكك وواحد وراه كابتن لسه. ما هو كابتن علاء عبد العال لجا الى الثلاث مدافعين ولجا الى ليبرو ولكن لم يستطع اقامه معلش الامكانيات برضه لاعبين وبعدين شفنا برضه يعني برضه لعبوا ماتش كويس في الشوط الاولاني بالذات الداخليه قصاد. نعم. النادي الاهلي كان ليهم صراحه انفراد كمان ناصر منسي اللي اضاعه كان ليه فرصه ثانيه الكره اللي جت في العارضه كان ممكن تفرق برضو انقذ واحده يعني. فهي بتيجي فرص كده واحده من الحاجات اللي الشناوي تألق بس وقع تاني برضو بس يعني برضو مسكها يعني من الحاجات الجميله في الماتشات برضو بتحصل وبنشوفها في الدوري الاوروبي على فكره غلطات من الاجوان وحاجات كده بتقع من ايده وبياخدها الفرد بس برضو الحمد لله ورد الفعل فوزي رد الفعل سريع بالنسبه له. ما دي جميله دي بتدي رد فعل بصراحه يعني هو مركز ما شاء الله كابتن وما شاء الله لا الشناوي ما شاء الله نمسك الخشب يعني ومع شريف ومع برضو علي لطفي ربنا يكرمهم ان شاء الله الثلاثه نتمنى الفوز يعني تملي النادي الاهلي عامل شغل حلو يعني انت عارف دلوقتي الواحد لما بيتفرج على النادي الاهلي بيحس ان فرقه حتى اللعيبه اللي دلوقتي الكابتن حسام بدري بيدخلها تمام بيستعين بيها فعلا بتثبت وجودها يعني ثبتت وجودها ان ده ممكن اعتمد عليه يعني انت باي مركز من المراكز شفنا صلاح محسن بدا يندمج زي ما احنا قلنا الازار بس لما يندمج ويدخل مع الفرقه رغم ان هو كمان بيلعب كجناح رغم ان هو راس حربه صريح هو راس حربه صريح وما بيلعبش في مكانه بس كابتن حسام بيخليه يندمج مع الفرقه يعرف لعب الفرقه مش مشكله وبعد ممكن بعد كده يغير ممكن يروح ناحيه الشمال ويجي ناحيه يغير ناحيه اليمين وليد سليمان ما شاء الله فعندنا اللعيبه بتاعت لعيبه النادي الاهلي ربنا يكرمهم واجايه يعني كمان بيتحرك الحته بتاعت مكان عبد الله السعيد هو طبعا مفتقد عبد الله السعيد يعني اجايه مفتقد صانع العاب يساعده. نعم. احنا ما شاء الله بنشوف يا كابتن ماهر اجايه دلوقتي بيمسك الكوره وبيرقص وبيعدي وبيحطها لواحد وممكن زي ما شفنا الماتشات اللي قبل كده عملها مع عبد الله السعيد وعملها له تاني وحطها هو بيعملها مع الكل يعني اجايه من اللعيبه اللي امكانياتها ما شاء الله بيجيد حتى اللعب في كذا مركز يعني فجميله فانا بقول لك يعني هو يعني برده اللعيب اللي في خط النص الكابتن حسام برده بيعرف بيحاول على قد ما يقدر اللعيبه اللي موجوده عنده يستعين بيها يبقى واقف على رجليه واقف على قوام الفرقه عشان الماتشات الجايه كتير هيحتاج كل اللعيبه. نعم. خاصه لما خلاص ان شاء الله يبقى الدوري خلاص ما فيش مشاكل فيه هيلعب برده بارتياحيه وهيبقى فيه ماتشات قويه وبرده. نعم. هيجرب فيها اللعيبه ويلعبها ويشوف يلعب نص ياخد شوط يلعب بعد كده 90 دقيقه يلعب بعد كده 95 دقيقه فهو ده اللي بيعمله كابتن حسام دلوقتي وهو قد راح طبعا بالفرقه يعني فنتمنى لهم التوفيق باذن الله. كابتن ماهر النادي الاهلي الشوط الثاني 3 اهداف الهدف الاولاني مروان دقيقه 65 وليد سليمان دقيقه 77 ثم وليد ازارو في الدقيقه 86 اذا هدف كل 10 دقائق من بعد نص الشوط الثاني هل ده بيدي افضليه للمعدل البدني للنادي الاهلي على اي فريق منافس؟ ودي حقيقه محمد يعني فعلا المعدل البدني للنادي الاهلي واضح قوي مش من السنه دي بس يمكن من موسم الماضي واحنا شفنا يمكن في الدوري والكاس وافريقيا واضح قوي معدل البدني للنادي الاهلي تفوق حتى على شمال افريقيا الرجاء والوداد وحتى المباراه النهائيه
فتحس المعدل البدني ده بيساعد بشكل كبير جدا الجهاز الفني، بيساعد اللعيبه يعني ينفذوا لك كل طريقه انت بتفكر فيها. طول ما اللعيب فت يقدر العامل البدني يبقى نسبته عاليه جدا، العامل المهاري كمان يتساعد بشكل، العامل الخططي، العامل النفسي، يعني كل عناصر اللعبه من خلال العامل البدني بيبقى هو الاساس الركيزه بتاعه النقط الاخرى. طب احنا شايفين هنا كابتن وليد سليمان كان شكله ناوي ان هو يجيب هدف من ضربه ثابته، وايضا نزول مروان محسن، الكابتن حسام البدري لجا الى مروان محسن كمكان صلاح محسن لتركيز هجومي اكتر، استغلال بقى الكور العرضيه لان فريق الداخليه، هل بسبب تمركز داخليه الدفاعي فكر كابتن حسام البدري في انه ينزل فيرود بيعرف يلعب بدماغه؟ اكيد اكيد يا محمد، خصوصا انك انت الشوط الثاني، الشوط الاولاني كان 0-0، انت الشوط الثاني الاضافه بتبقى هجوميه لانك انت عايز تكسب. يعني تملي المدير الفني بيبقى عنده استراتيجيه في تفكيره خلال 90 دقيقه، طول ما الجيم مقفول يبقى انت اول غيار او اول تغيير هيبقى للجانب الهجومي. عشان انا عايز افتح الجيم دوت، فبشيل مهاجم وبحط مهاجم. وحتى كان مثلا صلاح محسن بيلعب جناح ونزل مروان كراس حربة، وبقى مروان وازارو تحتيهم اجايه ولعب وليد سليمان بالظبط، فمثلت خطوره بشكل كبير جدا. طبعا ده الانفراد، دي الانفراد اللي جت في العرض، طلع حتى الشناوي طلع كمان في توقيت كويس قوي. ويمكن بدلك للاعبي الصراحه انا يعني الداخلية. فعلا يعني تاكيدا لكلام حضرتك، كان في حوار ما بيني والكابتن طارق سليمان، فسالته على الشناوي في الانفراد قال هو عمل الصح بالظبط، الباقي بقى دي بتاعت الراس الحرب. دي طبعا الكور الثابته اللي بتتكلم عليها محمد، كور من ضمن الحاجات اللي بيعتمد عليها حسام البدري بشكل كبير جدا. مروان بيمتاز بضربات الراس، بيجيد عنده المهاره دي مميزه بشكل كبير جدا. لازم الاطراف تستغل بقى، لما عندك اثنين راسين حربه موجودين عندهم الملكه ديت، يبقى لازم الاطراف تبدا تشتغل من ناحيه الكروسات العرضيه، من ناحيه معلول او من ناحيه فتحي، وده كان واضح في الشوط الثاني. لكن من ضربه الكورنر ده بالذات، دي جمله من ضمن الجمل اللي بيعتمد عليها حسام البدري عشان يفتح التكتل محمد. هو طبعا عملها مؤثره داخل السكس يارده. شوف احنا الكثافه العدديه موجوده قد ايه، سوليا واجاييه ومروان وازارو، كل واحد واخد زاويه، فحتى المدافعين اتشتتوا بالظبط، بيتحركوا عارفين بيتحركوا فين. اول ما الكره طلعت من رجل الكورنر، من رجل اللاعب النادي الاهلي، بدا الانتشار بقى السليم، واحد راح على القريبه، واحد راح على الوسطانيه، واحد راح على العرضه الاخيره، واحد من بره ال 18. بيبقى في تحليق كده بالنسبه للعبة النادي الاهلي عشان تاكد ان هي عايزه تجيب جول، الجول ده بيفتح لها اللعب طبعا، بيدي ثقه للعبة النادي الاهلي. دي ضربه من ضمن، ايه رايك في التصدي ده كده شناوي؟ شناوي واضح الزاويه حلو، واضح قوي انه قافل الزاويه بشكل كبير جدا. يمكن طبعا اشرف، ايمن اشرف، يمكن مع الاسف الكره خدعته، لكن طبعا نجيب حاول ان هو يبدا يقفل عليه، لكن الشناوي واضح بشكل كبير جدا قافل الزاويه. ده طبعا كروس عرضي واضح برضك ان هو شافه بشكل كبير، طلع ياخده سهل جدا. عايز اقول لك حاجه كمان يا محمد، في الهدف الثالث بتاع ازارو هنقف عنده بشكل كبير جدا، لان هو هيجي بس الاول هيجي الهدف وليد سليمان. وليد سليمان اللي هو الكره الثابته نستمتع بيه لان فعلا الواحد بيحب الكره دي. وليد من ضمن اللعيبه اللي بتجيد الكرات الثابته، هي الهدف. واضح طبعا وليد في الزاويه، الزاويه كمان اللي وقف فيها الجول قويه جدا سريعه، ولا حيطه قدرت تعمل لها حاجه، ولا حارس المرمى قدر حاجه. خد بالك يا محمد ان يا فوزي الكلام ده اتكرر مع وليد اكتر من مرتين ثلاثه، عمل حاجه كمان. المكان كله توقع احمد فتحي لانها من مكان يلعبها حد بيمين. ايوه احمد فتحي هو اللي حط الكوره ورجع خطوتين كله خد انتباه الناس كلها. يعني انت حسيت بص حتى احمد فتحي على واحد على واحد هيلعب بيمين، برافو عليك، بص لعبها واحد اشول هنا بقى العكس، كل الانظار راحت على فتحي، بيحكوا على الناس كلها. لا شفت احمد فتحي ده تريك برضه، بيقول له احنا عملناها صح. هل هم متفقين يا كابتن؟ اعتقد لان بص اهي لو عادها تاني بص يعني احمد فتحي خلاص، انا قلت احمد فتحي اللي هيشوط لانه خد الخطوتين زي رونالدو كان بيروح راجع خطوتين، خد انتباهنا احنا كمان فخد انتباهنا كلنا يعني. وبالنسبه للحارس هيبقى حاطط في دماغه ان ده لازم يلعب بيمينه، هيلعب بيمينه، فهو واقف في الزاويه اللي مستني وخد مع وراح مع احمد ما
ملحقش ملحقش وليد يلعبها جميله الصراحه يعني. الجول ده بقى عايزين نتكلم عليه بقى محمد بشكل يعني على فكره احمد الحب. فتحي اللي عامل الكره لمروان الاول احمد فتحي مروان بعد ما راوغ قلب الدفاع او راس قلب الدفاع راحت لازارو مروان سابها لازارو ولا كان شوف هقول لك حاجه يعني ده اذا كان بيدل فبيدل العلاقه والحب المتبادل اللي بين بعد الهدف ازارو راح على بالظبط وشوف يعني الحب يعني بص مروان وبعدين ازارو هو اللي راح فمروان كان ممكن يروح يكمل لكن شاف ان ازارو اقرب واخد بالك سبع ازارو عشان يجيب سجل هدف ده بيدل على ان في روح الاخويه اللي بين اللعيبه وبينهم من بعض روح المحبه مشهد جميل جدا بيدل على ان لعيبه النادي الاهلي عندهم رقي جميل وشكل واضح والناس كلها بتساعد بعض في احراز الاهداف يا فوزي يعني بص كان ممكن انا اروح وخبط فيه واخد بالك واخدها اقول لا دي كورتي وانا اللي عاملها لكن طبعا لعيبه هستاذن حضرتك بس بستوى. نروح للكابتن عبد الرحمن السويسي لاعب نادي الداخليه مساء الخير يا كابتن اهلا كابتن محمد زعلت تحياتي وتحيات كابتن ماهر همام وكابتن فوزي سكوتي تسلمني على كابتن ماهر جدا وكابتن فوزي يا عبد الرحمن عرض لك معلش الماتش اللي فات انت بتلعب الاهلي بقى معلش لا طبعا الاهلي يعني نادينا يعني اللي احنا نفسنا اي لعيب يرجع تاني لبيته لكن الشوط الاولاني عبد الرحمن كان شوط كويس للداخليه بصراحه يعني كان واضح قوي والله في تمركز وكان واضح قوي ان كنتوا عندكم اصرار ان كنتوا تعملوا حاجه في مباراه الاهلي بص حضرتك يا كابتن احنا الاهلي اي فرقه في مصر هتلعب ضده لازم تدافع كويس وتقفل المساحات لان هما يعني عندهم امكانيات وعندهم لعيبه بتعرف تصنع الفرق في اي وقت. فكان لازم نقفل عليهم وكان لازم بس طبعا يعني الاهلي عنده بدل الحل 10 يعني. طيب كابتن عبد الرحمن كابتن علاء عبد العال غير من الاسلوب الدفاعي يمكن لعب بخمس مدافعين في لقاء الاهلي، هل ده متبع مع الكابتن علاء عبد العال في المباريات ولا ماتش الاهلي فقط اللي تم التغيير؟ لا في فرق بتبقى كابتن علاء بيبقى عنده الرغبه في ان هو يلعب بخمس مدافعين من ضمنهم الاهلي نعم وبرده كان لعب ضد الزمالك برده قبل كده بخمسه وفي كذا ماتش يعني هو على حسب رؤيه الجهاز الفني برده معاه فمش يعني مش الاهلي بس احنا لعبنا كتير خمسه قبل كده يعني. طيب كان ليكم انفراد لناصر منسي هل اثر في معنوياتكم اضاعه هذه الفرصه؟ كان هيفرق كتير هو ما كانش كان لاحمد مصطفى نعم ما كانش لناصر كان ناصر يمكن اللي عملها له؟ ناصر اللي عملها له بالظبط نعم لا كان هيفرق كتير في الماتش كان هيفرق كتير بصراحه يعني لو كنا جبنا جون وقفلنا كويس ودافعنا كان ممكن يعني الاهلي كان يبقى صعب ان هو يكسب الماتش طيب انا عايز اسالك دي قلبت الماتش اتردت جون على طول انطباعك عن النادي الاهلي هل حاسس ان في لعيب معين هو اللي بيحرك الفرقه ولا طريقه لعب النادي الاهلي بالنسبه لكم كفريق منافس فريق محترم زي فريق الداخليه كان ازاي؟ لا والله هو الاهلي ليه سيستم معين في اللعب واي لعيب بيجي النادي الاهلي بيلعب بنفس السيستم وبنفس النسق فالفكره في ان لو هم يعني اللعيبه ما اشتغلتش جماعي عندهم القدرات الفرديه ان هم يصنعوا الفرق في اي وقت نعم يعني لو ما قدروش ان هم يلعبوا لعب جماعي عندهم جونيور اجاي كان ممكن يصنع الفرق في اي وقت عبد الله السعيد لما بيبقى موجود طبعا بيصنع الفرق في اي وقت يعني في اسامي كتير بصراحه يعني بتقدر تصنع الفرق في اي وقت طيب بالنسبه لموقفكم انتوا المركز ال 13 وعندكم اعتقد 30 نقطه والماتش الجاي امام الانتاج، هل حاسين ان انتوا يعني بنسبه كبيره موجودين في الدوري ولا لسه محتاجين ان انتوا تحسموا الامور؟ لا والله هو الدوري مش مضمون يعني لازم برضو اي ماتش نلعب على المكسب ونحاول نكسب على قد ما نقدر نرتاح بدري عشان مثلا ما يحصلش مشكله ونستنى لاخر ماتشات زي السنه اللي فاتت ما حصل يعني. طيب انا عايز اسالك على المحترفين عندكم لانون ده جنسيته ايه يا كابتن عبد الرحمن؟ جولينون ده برازيلي ده جنسيته برازيلي طيب هو سيدريك وسيدريك مندومو ده كان بيلعب في فريق مونانا صح؟ وسعيد سامبوري سعيد سامبوري بوركينا طب احنا ممكن ناخد معلومات من سيدريك عن مونانا ولا مش ممكن؟ لا هو سيدريك حاليا مش يعني مش جنبي
يعني لا انا كنت بقول لك كده بهرج معاك يعني، هل اتكلم معاكوا على ان الفرقه ديت فرقه قويه؟ لا لا لا، هم الافارقه الافارقه يعني من الصعب ان هم يتكلموا، هم بيبقوا محترفين وبروفيشنال زياده عن اللزوم يعني، هم مش بيتكلموا مع حد كتير. ما طيب كابتن فوزي عايز تقول له حاجه؟ عبد الرحمن بص يعني انتوا يعني الفرقه فرقه الداخليه كابتن علاء عامل فرقه كويسه قوي يعني، يعني الميزه اللي فيها ما فيهاش نجوم يعني، كلكم نجوم نجوم الفرقه، بس انتوا بقالكم كام ماتش يا عبد الرحمن التوفيق مش معاكم يعني، ربنا مش موفقكم، ودي الاربع هزايم ورا بعض برضو تقيله عليكم يعني، فنتمنى ان الماتشات الجايه لان كلها بقت خلاص يعني انت داخلين على المطاف النهائي، فلازم تحققوا نتائج كويسه، ولازم اللعيبه تأدي اللي انا شفته قصاد النادي الاهلي، لو عملته قدام اي فرقه يعني مش عايز اقول لك نص او ثلاث ارباعه هتتفوقوا جامد جدا ان شاء الله يا عبد الرحمن. والله يا رب نأدي فعلا زي ما النادي زي ما الاداء اللي قدمناه قدام النادي الاهلي، هي الفكره ان انت بتبقى اي لعيب في اي فرقه بيتمنى ان هو يأدي قدام النادي الاهلي احسن اداء عنده، لان هو يبان كويس وان هو يبقى متشاف والماتش متشاف الناس كلها شايفاه، فدي حاجه كويسه، فان شاء الله احنا نأدي نفس الاداء ده ونقدر ان احنا نقعد بدري ونريح نفسنا وان شاء الله ربنا يعمل فيه خير يعني. ان شاء الله باذن الله. كابتن عبد الرحمن السويسي لفريق الداخليه بشكرك شكرا جزيلا، واحد من اللاعبين المميزين الصراحه في فريق الداخليه ومن اللاعبين الذين يصنعون الفارق. فريق الداخليه يعني ما عندوش مشكله كبيره جدا في البقاء، محتاج ياخد فوز او فوزين من المباريات المتبقيه وهم قادرين على هذا الامر. فرقة كويسة. نروح للقاء الاخر ولقاء الزمالك وفريق طلائع الجيش. الزمالك بينهي المباراه بثلاثيه الشوط الاول، ومش عايز اقول كالعاده يمكن هي بقى لها فتره فريق النادي الزمالك بينجز اللقاء في الشوط الاول. الهدف الاول في الدقيقه 4 محمود عبد العزيز جانا من ضربه ثابته، ومحمود علاء في الدقيقه 42، وكبونجو كاسونجو في الدقيقه 48، كلها كانت في الشوط الاول. الزمالك الان في المركز الثاني 51 نقطه، ويصارع الاسماعيلي والمصري، ولكن كلا منهما لديه مباريات متبقيه. كابتن ماهر كيف شاهدت اللقاء؟ زي ما قلت محمد ان الزمالك بقاله مباراتين الشوط الاولاني بيتأدى بشكل جيد وبشكل فيه تركيز واصرار من لعيبه الزمالك ان هم عايزين يكسبوا المباراه، وانا بعتبر من احسن الاشواط اللي لعبها نادي الزمالك في المباراتين السابقتين، ومنهم طلع جيش والفاول برضه كابتن ماهر اللي قبله كان بتروجيت، وكالعاده زي ما احنا قلنا ان اسبوع الفاولات كرات الثابته واضح قوي، ان طبعا محمد عبد العزيز في الدقيقه محمد عبد العزيز في الدقيقه 4 في الدقيقه 4 ودي كانت يعني كانت ثقه كبيره جدا من لعيبه نادي الزمالك ان هي تحرز هدف في الاول في الدقيقه 4، بتدي ثقه للعيبه وللجهاز الفني بشكل جيد لحد طبعا الجول الثاني، جول محمد علاء محمود علاء المدافع محمود علاء يعني برضه هي كانت فاوله كابتن وتردت اتلعبت له خدها جول في الدقيقه 24، وده بيأكد ان في متابعه بشكل كبير محمود علاء من مدافعي نادي الزمالك اللي هو بيجيد العاب الهواء وبيتابع في الحاجات الثابته اللي بالشكل ده بيحرز فيها اهداف، ويمكن ده هدف من ضمن الاهداف الجميله اللي احرزه نادي الزمالك. عايز اقول لك محمد ان نادي الزمالك من خلال الفتره مع ايهاب جلال محتاج بشكل كبير جدا ان هو يكسب نتيجه ان ياخد ثقه، اللعيبه تاخد ثقه والجهاز الفني ياخد ثقه. ايهاب قدر يبقى عنده حوالي 7-8 لعيبه من اللعيبه الاساسيين، يعني من ضمن الحاجات اللي بياكد عليها ايهاب جلال في شغله ان هو عايز يثبت على الاقل حوالي 11 لعيب او 12 لعيب كاسونجو طبعا ده الهدف الثالث. هنا كابتن يعني الكره كانت في تناول اللاعب او مدافع طلائع الجيش، هو حب يحتفظ بيها يعني في وضعيه خطره جدا يعني جداً. انا وش للمرمى ورايا واحد افريقي وسريع وقوي، عنده 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 حلين. الحل الاولاني ان هو يلعبها ببطن رجله في منطقه خارج حارس المرمى، منطقه الامان على الجنب عشان يقدر حارس المرمى يلعبها، يا اما يشتتها او يخرجها اوت، او الحل الثاني ان هو ما فيش اي ريسك في المكان ده محمد للمدافع، اي ريسك بيبقى لصالح المهاجم، اي خطا المهاجم عايز يستغله من المدافع انك انت تعمل ريسك في المكان ده يقدر يحتفظ، زي ما احنا شفنا كاسونجو الهدف اللي جابه بشكل كبير بشكل جيد. عايز اقول لك محمد ان ايهاب جلال حط ايده على 7-8 لعيبه من اللعيبه الاساسيه، هو بدا يشتغل بالشغل التكتيكي اللي هو المتعود عليه،
عنده خبرات قبل كده مع المقصه ويمكن مع انبي كلها مع نادي الزمالك في خلال الفتره ديت. عشان كده شفنا شوطين من اجمل الاشواط عنده الاطراف، عمل مجموعه من الاطراف جنب اليمين وجنب الشمال، عمل يمكن الجنب اليمين عمل نقاز في الباك رايت ومعاه عبد الله جمعه. هو الماتش دوت لعب النجاز، هو لعب بثلاثه غير لعب النجاز ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش في ثلاثه مساكين ولاعب معروف على الجبهه اليسرى بالظبط في كجناح. لكن عايز اروح لكابتن فوزي، لماذا يتراجع اداء نادي الزمالك في الشوط الثاني؟ يعني الشوط الثاني طلاع الجيش كان له فرصه، كان له ضربه جزاء تم اهدارها، وكان في انفراد، وكان في كان ممكن النتيجه تتقلب يا كابتن. يعني لماذا يتراجع في الشوط الثاني؟ هل العامل البدني؟ لا، هو اللاعب المصري عامه بيبقى عنده اللي هي الحته ان هو فاز جاب ثلاث اهداف خلص الماتش في الشوط الاولاني، بيحس بقى ان الماتش سهل بالنسبه له. طب ممكن اسال حضرتك، النادي الاهلي بيحسم في الشوط الثاني ولا لعيبه النادي الاهلي مش مصريين؟ لا لا، يعني انا ما بدخلش النادي الاهلي، لان النادي الاهلي فعلا بيبقى نازل الهدف. نادي الزمالك لو تابعنا محمد شوف كم ماتش بينزل الشوط الاولاني بيلعب كوره كويسه جدا، بيجي الشوط الثاني الفرقه اللي قصاده لو فعلا لو في توفيق في بعض الكور وحصل جاب الاهداف اللي بتيجي زي ضربه الجزاء اللي ضاعت وانفراد شالوا الشناب، الحاجات دي بتقلب الماتش جامد جدا. بتقلب جامد، فهي طبعا لازم بتدي موعظه للعيبه ان الماتش ما بينتهيش الا مع صفاره الحكم في نهايه الماتش. عشان كده لعيبه النادي الاهلي بيبقى عندهم اصرار في ال 90 دقيقه ال 95 دقيقه انه لازم يجيب جون. جاب اثنين، جاب ثلاثه، جاب اربعه، لازم. يعني برضه زي ما قال الكابتن ماهر، دي غلطه الدفاع ده، لو هو بصال قدام شويه كده حتى الكابتن حلمي طلال قال احنا اللي ادينا الفوز لنا. ما هي ساعات بتبقى غلطات الفرقه اللي قصادك بتساعدك على فانت بالنسبه لك الماتش انت كسبان ثلاثه ولعبت الشوط الاولاني جميل جدا، كمل الشوط الثاني ده بالعكس يبقى عندك انك انت دفع اكبر، دفع اقوى، وانك انت مرتاح نفسيا، وانك تقدر تعمل سكور هيتحسب لك. واللعيبه دي بتبقى يعني، بس انا بقول لك ده يعني برضو اللعيب المصري يعني عامه يعني بيبقى لما بيكسب بيحس ان بارتياحه، بيبتدي بقى يكسل شويه. هي بتعتمد برضو على ان عايز ايه من الماتش، انت عايز ايه من الماتش، هو عايز 3 بونت. هو ما طب هل غياب هداف كبير زي صلاح امين من هذا اللقاء بالنسبه لطلائع الجيش اثر معاهم؟ كابتن حلمي طولان نفسه قال يعني هو افتقد صلاح امين لانه من الهدافين فرقه الجيش فعلا، وفعلا بيستغل الفرص وبيعرف من الهدافين الممتازين في حتى هو كان احرز امام الزمالك في الدور الاول قبل كده. وهو كان حتى كابتن حلمي قال لك فعلا انا افتقدته في هذا الماتش، يعني اتمنى له ان شاء الله يعني يرجع الماتشات الجايه. واللي عاملين الجيش عامل ماتشات حلوه جدا على فكره منذ انتقال الكابتن يعني منذ تولي القياده الكابتن يعني حلمي، وفي مكان كويس برده كده ومحققين برده، الاول كانوا بيعانوا، فنتمنى لهم التوفيق. هو الماتش بتاع الزمالك انا بقول لك برضو الشوط الثاني لو حصل ضربه الجزاء او حصل الانفراد اللي حصل كان هتغير النتيجه جدا. هل هيدي باور لعيبه نادي الزمالك انه يفوقوا ثاني انه يبتدوا يسجلوا ثاني، ولا هم اكتفوا بالثلاثه وخلاص؟ حتى ضربه الجزاء لما راحت قال لك خلاص بقى الماتش. فهي بتبقى الكوره كده، عارف يا محمد، بتبقى الكوره كده. اللعيب برضو لازم يكون عنده انه ينزل يطلع كل اللي عنده، ما يفكرش في الماتش اللي بعد كده، يفكر في الماتش ده. لما يخلص الماتش ده ويدخل اوضه اللبس خلاص وفاز وكسب، يبتدي يفكر في الماتش اللي بعديه، يبتدي يستعد ليه، لان النهارده انت ربنا موفقك وماشيه معاك، وزي ما بنقول في الكوره ماشيه، وبتعمل اي حاجه ماشيه. حتى لما شفنا الشوط الثاني لما انت لسه دلوقتي بتقول يا محمد في التغيير، لقينا النجاز لعبه يعتبر بالليبرو يعني ثلاثه ورا، لعب بثلاثه لعب ثلاثه لدرجه انه عايز يقفل كابتن ايهاب، عايز يقفل الدنيا وطلع معروف قدام وغير. هو ممكن يكون برضه كابتن عاي حابب يدي الجناحات ادوار هجوميه اكتر، وانا قلت قبل كده معروف ده مش مكانه، بس هو يعني ايهاب جلال معذور في المكان ده، الاثنين لعيبه اللي ما بيلعبوش. مؤيد جاله رباط صليب ومؤيد العجل بنتمنى له السلامه، اللاعب السوري، وفتوح يمكن الى حد ما لسه ما اقتنعش بيه كابتن ايهاب جلال، مع انه لعيب كويس وهيسد في المكان ده وصاعد ولسه هياخد الخبره كتير، ومعروف كويس قوي على فكره في نص الملعب وبيزود بنشوفه، فهو يمكن كابتن ايهاب بيجرب. لكن اداء نادي الزمالك يعني فعلا يعني زي ما قلت كابتن ماهر قال ان فعلا ادائهم في الشوط الاولاني كويس جدا، في الماتشات اللي قبل كده كلها احسب كام بقى دقيقه هتلاقي وفي عيب كمان 45 45 45 في الكره المصريه في فرقنا بالذات. ايه هو لما انت بتزود السكور 3-0 في الشوط الاولاني بيحصل نوع من الاحباط، واخد بالك، وخلاص الناس بتبدا تموت الكوره، تبدا الباصات اللي في الرجل يبقى. لكن مفروض يعني النادي الاهلي الحمد لله ما عندناش النقطه ديت، النادي الاهلي بيجيب 3 اجوال، بيبقى الشوط الثاني عايز يجيب 3 اجوال، عايز يزود العدد، دوافع النادي الاهلي بتبقى اكتر في لعبته في الجزئيه ديت. لكن سيما بقى في اللعب المصري
انك انت لما جايب سكور ثلاث اهداف خلاص بقى بيبدا يريح، حتى ايهاب جلال بدا يعمل نوع من التطعيم او نوع من التبديل في الشوط الثاني، بدا يريح ناس وبدا ينزل ناس ثانيه، لكن لسه كابتن ماهر، هل ترى ان نادي الزمالك منافس قوي للغايه على المركز الثاني؟ انا شايف ان يعني صراع المركز الثاني بقى ظاهره هذا الموسم، الزمالك والاسماعيلي والمصري. المصري عنده 48 نقطه ولكن عنده ماتشين مؤجلين، والاسماعيلي عنده لقاء لو فاز فيه هيبقى 53 ويبقى فارق نقطتين عن نادي الزمالك اللي بقى عنده 51. كيف ترى هذا الصراع؟ انا شايف الصراع مع المصري والزمالك اكتر من الاسماعيلي، يمكن دوافع النادي المصري احنا شفناها في كل المباريات اللي بيلعبها حسام، وحتى اللعيبه بيحط فيهم دوافع بشكل كبير، لان هو حسام عنده المركز الثاني بالنسبه له هو. انا بتكلم دلوقتي على الزمالك، احنا لسه هنتكلم على المصري. انا بتكلم بالنسبه للزمالك. الزمالك عايز يحافظ طبعا على المركز الثاني، وهو قرب منه بشكل كبير جدا 51 بونت. اداء نادي الزمالك بيؤهله ان هو يحافظ على المركز ده، زي ما قلت لك اللعيبه بدات يحصل نوع من الاستقرار، نوع من الثقه. الاداء يمكن على اشواط الشوط الاول بيبقى اداء جيد، الشوط الثاني بيبقى اقل مستوى، لكن ايهاب زي ما قلت لك بدا يحط ايده على استراتيجيه طريقه اللعب، يحط ايده على 7-8 لعيبه من اللعيبه الاساسيين لنادي الزمالك. نادي الزمالك هيحافظ بشكل كبير جدا على المركز الثاني، لان خلاص المركز الاولاني احنا عرفنا ان النادي الاهلي دلوقتي مين اللي هيشارك في دوري ابطال افريقيا بالظبط، يعني يهمه جدا انه يشارك مع النادي الاهلي في ابطال افريقيا ابطال الدوري. طب نروح للقاء اخر من اللقاءات المهمه جدا، هبدا بلقاء الاسماعيلي وسموحه، لقاء ايضا على صراع المركز الثاني. هبدا بليك كابتن فوزي، نادي الاسماعيلي يتفوق بهدفين مقابل هدف، والاثنين دييجو كالديرون، واعتقد الاسماعيلي بدون كالديرون هيبقى مركزه في المنافسه مغير تماما. يعني الماتش ده انا اتفرجت عليه بصراحه، ماتش جميل حلو، مش والاسماعيلي كان متفوق فيه المره دي. يعني كانوا نازلين وعايزين، دي اللي احنا بنقول عليها ان اللعيب حتى لو المدرب بتاعه اللي كان موجود مشي، الراجل الفرنساوي اللي مشي، انت كان بصبر اللي مشي بعد كده جه كابتن ابو طالب، طالب ربنا ما وفقوش الاهلي مع كابتن بيدرو. فمع بيدرو دلوقتي ربنا يكرمه، لان الماتش انا اللي شفت الماتش اللي فات صراحه اللعيبه عندها اصرار عايزه تكسب. نعم. بيلعبوا فرقه كويسه، فرقه سموحه ما شاء الله فرقه كويسه وواقفه على رجليها برضو، فان برضو كالديرون برضو زي ما احنا قلنا اتفقنا كابتن محمد بيفرق مع نادي الاسماعيلي جدا، الفيرويد اللي موجود يعني ده فعلا يعني جدا. وهل عايز اسال حضرتك، هل عدم وجود حلول تهديفيه بجانب كالديرون مؤثره مع النادي الاسماعيلي؟ بامانه يعني عشان كده كنا بنتكلم ونقول ان هو في الفتره الانتقالات الشتويه كان لازم يدعم بحد جنب كالديرون. يعني حضرتك الهدف ده تعتقد زي ميتة؟ طبعا ده خلاص يعني ما فيش، هو خلق منها فرصه وجاب منه هدف. يعني دي اي فرصه بتيجي للاسماعيلي، حتى الهدف الثاني كان صعبه بس ده الاول. عايز حضرتك تعلق لي على الهدف ده، هدف من جميل لحسام حسن. جميل الصراحه، يعني انا بقول لك الماتشات، في ماتشات في جوان عملها بكعبه على فكره. لحسام حسن بتاعت الخطيب في مباراه الاهلي والمصري وافريقيا، افريقيا برضه عملها جميله جدا، بتبقى بتخدع على فكره الجون وبتخدع الباك. فقد ديلو دراجونز يا كابتن، احنا بالظبط. فبيعدي بيخلي الكره تعدي وهو اساسا هيلعبها بطن رجله ويروح مفوتها عاملها بكعب رجله. بتبقى صعبه جدا وبتعدي وبتروح جون. من الاجوان الجميله قوي على فكره في الدوري ده، في جوان لان بص الفرقه دي، بص التمركزات، خلي بالك. انا كنت لسه هسال حضرتك تمركز مدافع الاسماعيلي في الماتش ده، الماتش اللي قبله، الماتش اللي قبليه كمان، ده يمكن ده الماتش ده يمكن احسن شويه، كان ماتش طنطا اللي قبله. الماتش اللي قبليه يعني التمركزات وحشه قوي. قوي يعني. لازم يعني برضو كله بيسرح، كله بيبص على الكوره، ما حدش بيمسك، لان دي مشكله جامده جدا انك انت تفضل باصص على الكوره ومالكش هدف. كالديرون، بص كالديرون منين يا كابتن؟ وبيعدي وبيشوط طبعا، شوف شوطه قويه دي، غلطه الحارس طبعا صعبه جدا، يعني الهدفين يعني ميتين، ولكن هو بس غلطه الحارس برضو. ما طبعا اكيد الحارس، لان في نص الجون على فكره، مش في يا كابتن، ما فيش غير كالديرون اللي بيبقى اكتف على الجون. ما هو ده الهداف. انت عارف تملي بنقول الهداف، ازارو، اجاييه، عبد الله سعيد، بنقول وليد سليمان في النادي الاهلي، واخد بالك؟ دي اللعيبه اللي بتخلص لك الماتش. يعني انت كمدرب انت عايز واحد بس ان شاء الله يعمل اي حاجه. مروان محسن جاب الكوره، يعني خبطت في راسه من ورا وحطها جون. اي مش مشكله، المهم تدخل الكوره جوه الجون. اتعملت بالكعب، اتعملت بوش الرجل، بتجري. شوف هنا الوقفه بتاعت كله بيجري على الكوره. بص فوزي ده سته طالعين عليه، 1 2 3 4، راحت في نص الجون على فكره، بس يعني خدعت الجون ودخلت، لان قوتها برضه. بص 2 3، يعني في وسط عدد كبير يا كابتن ماهر، بيجروا على الكوره، يعني ما حدش بيخلي باله.
الكره برضك خد بالك يا محمد، المشكله التنظيمات الدفاعيه دي كره ميته دي على فكره يعني هدف من الاهداف الجميله يعني كره ميته وهو احياها بشكل كبير. عايز اقول لك التنظيمات الدفاعيه ساعات بيبقى الزياده العدديه بتوع المدافعين موجودين في منطقه ال 18 بيعملوا مشاكل يعني انت يعني هم موجودين كتير بالظبط، بس في نفس الوقت مش عارفين يعملوا ايه، مش مركزين ودي بتبقى في صالح المهاجم اكتر. يعني انت يعني نسبه وتناسب، انا لو عندي اتنين مهاجمين يبقى تلاته يمسكوه، اتنين بيراقبوا، او يعني بص مهاجم في وسط كام، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه وجاي بيتابع كمان سته سته ازرق من سموحه. ومع هذا برضك كاردلوني قدر انه يجيب هدف، طبعا حاول حارس المرمى رد فعله ان هو يلحقها، لكن طبعا الكره كانت اسرع منه وكانت اقوى منه. هل الاسماعيلي من اجل حسم المركز الثاني هل يحتاج الى حلول تهديفيه بجوار كالدرون يا كابتن؟ اكيد طبعا اكيد، يعني انا شايف ان هم بيعتمدوا عليه بشكل كبير جدا. يمكن ابراهيم حسن على استحياء على فترات، كريم بامبو كريم بامبو بينزل الشوط الثاني هذا في اللقاء ده كان بادئ من البدايه، سجل هدفين المباراه اللي قبل كده، في تفاوت يعني كالدرون 12 بالزبط. هدف واللي بعديه بعيد فانت من ضمن الحاجات اللي بيؤخذ على الجهاز الفني ومجلس اداره نادي الاسماعيلي انك انت ما طعمتش في يناير بعد احتياجات الجهاز الفني ده لسه جاي. انت قصدك قبل كده فكان منها الحته الهجوميه بالذات انك انت محتاج مستنده هجوميه، واخد بالك مع كاردلون ومع اسمه ده ابراهيم حسن، ويمكن كريم بامبو لما بيبقى اضافه بينزل الشوط الثاني بيعمل بيأثر بشكل جيد، لكن هم عندهم نص ملعب جيد. نعم. خبره طبعا حسني عبد ربه، وعندهم عماد حمدي، وعندهم يمكن كم لعيب، اسلام عبد النعيم، لعيبه مميزه، لكن انت محتاج المسانده الهجوميه، لان انت الماتشات كلها فيها صعوبه، انت عايز ثلاث نقاط، لان انت النادي الاسماعيلي عايز يوصل للمركز الثاني وعايز يحافظ عليه في الصراع الموجود عليه نادي الزمالك والنادي المصري. فانا عايز اسال حضرتك على وضعيه نادي سموحه، سموحه في المركز الخامس عنده 39 نقطه، هل ده مريحه في اللقاءات يا كابتن؟ دلوقتي صح. اتفضل كابتن فوزي. لا مريح له. يعني انا قبل ما ادخل في النقطه دي يا كابتن محمد استاذنك بس، انت بتتكلم على نادي الزمالك بينافس على الثاني. نعم. تمام. هقول لك نادي الزمالك يقدر ينافس على الثاني بعد الماتش الافريقي بتاعه. اللعيبه. نعم. هنا الماتش الاولاني هناك والماتش الثاني في اثيوبيا هنا. نعم. بعد الماتشين دول هقول لك نادي الزمالك ينافس على المركز الثاني ولا لا. نعم. هيبان بقى اللعيبه عندهم الاصرار، عندهم اللي هو ياخده، لان دلوقتي المركز الثاني بينه وبين الاسماعيلي والمصري برضو. نعم. المنافسه جامده قويه. الثلاث فرق يا كابتن ماهر، بص الثلاثه منافسه جامده جدا. من الثاني والثالث والرابع، وفي نفس زي تحت. نعم. بين برضو الثلاثه الاخر اللي بعد الرجاء والنصر، حتى الرجاء يعني كابتن رمضان ربنا كرمه الماتش اللي فات هنتكلم عن الرجاء في اللقاء دلوقتي. الخاص باللقاء ده التلات فرق ان الزمالك يخش يبقى في الموضوع ده هتحدد بعد ماتش افريقيا. طيب بالنسبه لسموحه، سموحه عمل كان ماتشات حلوه قوي الفتره اللي فاتت بعد ما الكابتن طلعت مشي وكابتن ميمي مسك وربنا كرمه، كسب كام ماتش، الماتش ده طبعا فرق معاه لانه كان هيبقى داخل في الموضوع برده، كان ممكن يطلع فوق برده يدخل في الاربعينات يبتدي يقرب، بس سموحه السنه دي احسن بكتير، المركز الخامس بالنسبه له كويس جدا، مريحه نفسيا، اللعيبه بتلعب بارتياحيه، مش خايفين، لان لو هو تحت كان هتبقى المشكله اصعب بكتير، وكان ممكن يبقى في تركيز اكتر من كده. والماتش الماتش بالنسبه يعني انا شفت الماتش واتفرج عليه، الماتش مفتوح، انت عارف يا كابتن ماهر، يعني الماتش مفتوح، السموحه ضيع والاسماعيلي ضيع، بس كالديرون برضو زي ما احنا قلنا فرق جامد جدا مع نادي الاسماعيلي. عموما كان لقاء ممتع من الناحيه التهديفيه بالنسبه لكلا الفريقين، وشفنا اهداف جميله سواء من كالديرون او من حسام حسن ورؤوس الحربه اصبحوا هم من يصنعون الفرق. هنذهب الى لقاء هام للغايه، لقاء وصراع ما بين البقاء والهبوط، لقاء بست نقاط، طنطا والاتحاد السكندري على ملعب طنطا، والاتحاد السكندري يفوز بهدف مقابل لا شيء وضربه حره ايضا يحرزها ناشئ النادي الاهلي فوزي الحناوي المعار لنادي الاتحاد السكندري. كابتن ماهر، لقاء صعب باجواء صعبه، ست نقاط في هذا اللقاء، الاثنين بيتصارع من اجل البقاء في الدوري، مركزهم صعب جدا جدا، طنطا المركز ال 16 رصيد 24 نقطه، والاتحاد عنده 29 نقطه وكان 26 نقطه قبل هذا، الاتحاد كان 26 نقطه وكان 23 نقطه قبل هذا اللقاء، كيف رايت هذه المباراه؟ هو طبعا الفريقين موقفهم صعب جدا، الاتحاد وطنطا زي ما قلت محمد مش بثلاث نقاط بست نقاط،
ويمكن انت عارف الاتحاد من الفرق العزيزه على قلبنا قوي يعني عشان جمهور البلد طبعا وطنطا كمان برضه عندها جمهور وطنطا كمان نفس الكلام حسام اسامة عرابي طبعا ابن من ابنائنا المخلصين خلال الفتره اللي فاتت وهارد لك طبعا وجوده مع طنطا في الفتره ديت يمكن اسامه كان صعب جدا ده طبعا الهدف الجميل لابننا زي ما انت قلت اللي هو فوز الحناوي انا شايف انه لعيب مؤثر بشكل كبير جدا انا بحيي محمد عمر انه اختار التوقيت المناسب اللي غير فيه في توقيت صعب خصوصا خروج كابوريا من ضمن اللعيبه المؤثره عنده واللعيبه وبرده بيجيب الضربات الثابته وبيجيب برضك الضربات الثابته لكن محمد عمر بخبرته قدر ان شاف ان كابوريا خلاص الوقت ده حان الوقت بتغييره ونزل فوز الحناوي تحس كده محمد فوزي ان فوزي الحناوي ولد عنده ثقه يعني تربيه النادي الاهلي عنده ثقه نزل فعلا ومهاري كويس بلي ميكر يعني مفتاح لعب عمر راهن عليه بشكل كبير جدا في مباراه في منتهى الصعوبه وخارج ملعبك والظروف صعبه بالنسبه للفرقتين كل فرقه عايزه تتمسك بالثلاث نقاط فالفاول ده بياكد ان هو عنده ميزه بشكل كبير جدا ان هو بيجيد الفاولات او بيجيد الكور الثابته في الدقيقه 80 يعني خلاص كان في الامطار مؤثر بشكل كبير ويقدر ان هو ينتزع الثلاث نقاط في ملعب طنطا اللي طنطا بيتنشأ على نقطه صعب. واحده وملعب صعب النادي الاهلي تعادل مع طنطا في هذا الملعب بالظبط فانا بحيي محمد عمر الجهاز الفني انه عنده ثقه في فوز الحناوي وبحيي فوز الحناوي على ادائه المتميز اللي هو بيبان شخصيه اللاعب من خلال ادائه مش خايف مش راهب لحد الدقيقه 80 والنتيجه 0-0 المباراه رايحه جايه لكن طبعا بكره ثابته اللي احنا بنتكلم عليها من بدايه برنامجنا الكره الثابته المؤثره اللي بيلجا ليها بعض المدربين عمر لجا للكره الثابته ديت فوزي قدر يخرج له الاخراج المميز عشان ياخد 6 نقاط عشان يحسن ترتيب الاتحاد المركز الرابع ويبقى موقف طنطا موقف في منتهى الصعوبه المركز ال14 كابتن فوزي اصابه مصطفى محمد واحد من اهم هدافين نادي طنطا وواحد من افضل المهاجمين الموجودين في الدوري الممتاز هل اثر على طريقه اداء طنطا؟ هو شوف انا اتفرجت يا محمد على الفرق بتاع طنطا ماتشات كتيره الماتش ده بالذات يعني سيبك من الماتشات اللي فاتت اللي هو اتغلب فيها وبرضه يعني الكابتن اسامه عرابي يعني برضه اخونا وحبيبنا يعني التوفيق ما لازموش شويه في الماتشات اللي فاتت الماتش ده كان اصعب ماتش للكابتن اسامه عرابي ليه يعني ليه ده بستة بونت ده بستة بونت يعني زي ما الكابتن ماهر قال انا عايز انزل النهارده بلعب الاتحاد السكندري انا الاتحاد السكندري يعني قريب مني فلما اكسب الاتحاد السكندري غير لما اكسب مثلا الاسماعيلي او اكسب الانتاج او اكسب الاهلي مواجهه مباشره من احد المتنافسين ده اللي احنا بنقول عليه انك انت الفرقه اللي هي بتسرع الهبوط انك انت بتلاقي الفرقه اللي فوقيك على طول انت بتحاول تقرب منها ولو كسبت برضه بتديك انت بتخليك انت يبقى عندك تطلع انك انت تبقى في الدوري الممتاز الهزيمه دي هتاثر على نادي طنطا حتى بعد ما مشي الكابتن اسامه عرابي اتمنى له التوفيق وجاي الكابتن عماد نحاس برضه يعني العمليه صعبه لما شفت الفرقه انا شفت الفرقه لازم يكون عندك الناس الهدافه مين اللي هيخلص الماتش يا محمد هو مصطفى من اللعيبه الكويسه ولكن لسه بنقول كالديرو اصيب ما عندوش بديل وليد ازار كابتن اسامه كاسونجو في الزمالك يعني بنقول في لعيبه تخلص لك انت عندك في طنطا معذور يعني برضه اسامه يعني الله يكون في عونه كان معذور لان عنده ما عندوش المقومات الثقيله اللي تكسبك انا بلعب الاتحاد السكندري مع احترامي طبعا الاتحاد السكندري على فكره الاتحاد عمل تدعيمات في يناير قويه جدا غير الفرقه اعجاب كابوريا اللي حضرتك بتتكلم عليه وعنده لعيبه مميزه جدا للغايه جاب عبد الرزاق سيسي الزمالك جاب لعيبه اضافات تمام يعني انا عجبني كمان محمد عمر يعني بجد ربنا وفقه هو محمد نور انه بيلعب يا كابتن ماهر في طنطا بيهاجم طنطا يعني انا تابعت الماتش لقيت بيهاجم طنطا وده المفروض انا رايح النهارده يعني زي ما بيقولوا يا قاتل يا مقتول انا رايح العب فرقه تحتيه ولو كسبت طنطا في ملعب طنطا في ملعبه بتدي باور للفرقه عندي جامده جدا وانا بصعد كمان بريح اللعيبه بتاعتي بيبقى عندي بقى هروح العب الماتش الجاي مثلا على ملعبه ولا حاجه تبقى اللعيبه في مكافاه الفوز بقى وفي نشوه الفوز وعايزين يفضلوا في والجماهير بتشجعهم وكله بيقف وراهم فهي دي فرقت فعلا في ماتش طنطا يعني طنطا والاتحاد السكندري اللي هي الصراع اللي احنا لسه بنقول زي الصراع اللي فوق من الثاني للرابع الصراع اللي تحت برضه الصراع في منتهى القوه عندنا تقرير مهم جدا عن حصاد الجوله 27 نطلع نشوفه ونرجع ونكمل كده
نذهب إلى واحدة من أقوى المباريات، 5 أهداف في لقاء للصراع من أجل البقاء، وادي دجلة والرجاء، والرجاء مفاجأة يفوز ب3 أهداف مقابل 2، ولكن اللي بيتابع نتائج الرجاء في آخر 3 أو 4 لقاءات مش هتبقى بالنسبة له مفاجأة، قعدوا 410 دقيقة ما بيخشش مرماهم أي أهداف، إضافة مهمة جدا للغاية عملها كابتن رمضان السيد. كابتن ماهر، لقاء ممتع، ضربات ثابتة، أيضا ضربة ثابتة جميلة بيحرزها السيد سالم وادي دجلة، أيضا الرجاء بدأ التهديف ثم عودة مرة أخرى لدجلة، يتفوق بهدفين مقابل هدف، وفي الأخير يعود وينتفض الرجاء ويكسب ب3 أهداف مقابل هدفين. زي ما قلت محمد، عايزين نحيي رمضان السيد بصراحة، يعني رمضان من المدربين الأكفاء جدا، يعني رمضان من أفضل المدربين الموجودين في الدوري الممتاز، لكن حظه رمضان إن الضربة الثابتة النهاردة أسبوع الفولاد. سيد سالم باك ليفت وادي دجلة، ضربة ثابتة زي ما احنا قلنا، اسبوع ضربات الثابتة بشكل كبير جدا، واضح ان كل المدربين بدأت تركز على الكرات الثابتة والجمل الثابتة او المتحركة في فاولات بشكل كبير، كورنر او ضرب جزاء او كرة ثابتة من خارج ال 18، دلوقتي بقت من ضمن المفاتيح اللي بتفتح زي ما قلنا. وكان هدف تعادل، يعني كان الرجاء متقدم بهدف مقابل لا شيء، وده هدف تعادل رجع وادي دجله للقاء. بالظبط، رجع وادي دجله للمباراه مره ثانيه، وعشان لعيبه وادي دجله تاخد الثقه، لان كان يهمهم كمان الـ3 نقاط أو الـ6 نقاط زي ما انت قلت، ديربي بالنسبه للفرقتين، ودي برضه كوره ثابته بضربه راس، يمكن وادي دجله بيسجل ابراهيم النضاي الهدف الثاني لوادي دجله. يعني كان سبحان الله المباراه رايحه جايه، وادي دجله بيتفوق وبعدين الرجاء بيعود وبعدين وادي دجله بيتفوق وبعد كده الرجاء بيبدا يكتسح المباراه ب3 أهداف مقابل هدفين. واضح ان الكابتن رمضان السيد ما عندوش حاجه يبكي عليها زي ما احنا قلنا، هو داخل الجيم كده كابتن، عنده 21 نقطة في المركز قبل الاخير 17، الفرق ما بينه وبين وادي دجله وما بينه وبين طنطا بقى 3 نقاط، ما بينه وبين وادي دجله اصبح 5 نقاط. ولكن معنا على الهاتف كابتن رمضان السيد. مساء الخير يا ابو الكباتن، والف مبروك مره ثانيه، وتحيات كابتن ماهر همام وكابتن فوزي سكوتي. تحياتي للاصدقاء للحبايب ماهر همام. يا كابتن رمضان، ازيك يا مهور؟ ازيك يا حبيبي؟ لسه بنتكلم مع محمد وفوز، بنقول له ان من احسن المدربين الموجودين في الدوري الممتاز رمضان السيد، لكن الظروف طبعا في الاختيارات هي عين اللي سبحان الله. كابتن يعني رمضان سمعنا؟ سمعت. اتفضل يا كابتن ماهر، اكرره. بتكلم على محمد وفوزي، بقول لهم ان رمضان من افضل المدربين الموجودين في الدوري الممتاز، يعني بلغه الكوره كده بيعمل من الفسيخ شربات. الاداء اللي انت بتقدمه مع الرجاء، لو كان من بدري شويه يا رمضان ما كانش هيبقى موقفك كده في الجدول، كان ممكن تبقى موجود في الدف او في الوسط، لانك انت من المدربين عندك خبره بشكل كبير جدا في الدوري الممتاز، وكان ليك محطات مميزه. فانا بحييك على الاداء اللي مع الرجاء اللي فيه الجرأه والشجاعه، ونتمنى ان شاء الله المباراه القادمه باذن الله ان احنا نشوف الرجاء في مكان افضل من كده. ربنا يخليك يا مهور، ويمكن انت زي ما بتقول كده، احنا يعني يمكن الوقت ده متاخر، لكن احنا الحقيقه قلنا ان احنا هنشتغل لاخر صفاره. الو، ايوه يا فندم، اتفضل. فعلا كده يا محمد؟ اتفضل يا كابتن رمضان، كمل. احنا قلنا ان احنا هنشتغل لاخر صفاره، واعتقد حتى انا من شهر قلت للناس في الاستديوهات، قلت لهم يا جماعه ما تحكموش وتقولوا ان الفرقه دي نزلت والفرقه دي هبطت، ما ينفعش الكلام ده الا لما النقاط اللي هي الفرقه اللي هي بتنجو من الهبوط تبقى خلاص عدد النقاط ما يكفيش. احنا الحمد لله اعتقد ان الكلام ده ما كانش كلام بس، لا ده كان كلام، وبنشتغل واللعيبه بتجتهد، واحنا بنجتهد كجهاز، ومجلس الاداره كمان بقياده الحاج سعد ابو صندوق دعمنا في يناير، واعتقد ان احنا جبنا صفقات على مستوى عالي جدا. احنا شكل فرقتنا اتغير خالص في ادائها، بقى لنا 6 مباريات بنعمل نتائج ايجابيه، قعدنا نلعب 4 مباريات وشوط كمان من غير ما يخش مرمانا هدف. بنكسب طبعا، او عملنا نتائج ايجابيه اللي كان اخر نتيجه مع وادي دجله، اللي هي المفروض دي الفرقه اللي هي بنصارع معاها يعني، ودي ده مكسب كبير جدا ومكسب كان مهم. كابتن رمضان، عايز اسال حضرتك، بدايه احراز هدف حماده ناصر في الدقيقه 5، ثم تعادل وادي دجله واحرز الهدف الثاني، ازاي قدرت تعمل الكامباك وما شاء الله الفريق احرز هدفين يعني في خلال دقيقه 63 احمد اوكا و64 احمد مصطفى؟
يعني انا اقول لك حاجه محمد، يعني اول ما نادي دجله اتقابل بالهدف الثاني الحقيقه علينا في المباراه، انا يمكن انا يعني قمت على طول واتكلمت مع لاعبتنا وقلت لهم يا جماعه لسه بدري وهنشتغل زي ما بنشتغل وهنكشف النواحي الهجوميه على طول. يعني كان موقف كان سريع جدا 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 ان انا اتعاملت مع اللعيبه بسرعه جدا كمان قبل ما يجي لهم الصدمه. يعني طبعا اللعيبه الحمد لله اتعاملت مع الموقف بشكل ايجابي وبشكل هايل الحقيقه، يعني احرزوا هدفين وكمان كنا ممكن نحرز اهداف في بقيه الوقت المتبقي من المباراه. كابتن رمضان. يا كابتن فوزي حبيبي الف مبروك، ربنا يبارك فيك يا كابتن فوزي. والله لسه بنتكلم عليك انا والكابتن ماهر وفرحانين لك يعني، وربنا يوفقك دايما فوزي. وزي ما انت قلت كده فعلا، انا ما كنت بتفرج على الرجاء لما جبت جون وبعدين وادي دجله تعادل وبعدين جاب الهدف الثاني، قلت رجعوا تاني، حكايه انه يجيب جون في الاول وبعد كده بيتغلبوا يريحوا اللعيبه. فحبينا ان في جونين يعني التوفيق طبعا بتاع ربنا، ودي الغلطات اللي احنا بنتفرج عليها دلوقتي الديفنس بتاع وادي دجله برضو يعني قدروا يستغلوها فعلا لعيبه حماده ناصر، حماده ناصر واحمد الصراحه أوكا واحمد احمد اوكا استغلها كويس الجون الثاني. فعلا التعادل ده فرق جدا وادهم دفع معنويه، فربنا يوفقك يا كابتن رمضان الفتره الجايه دي كمان، وعندك الماتش الجاي بتروجيت برضو ماتش صعب، ربنا يوفقك ويعني اهو بنبارك لك ودايما كده يا كابتن رمضان. ربنا يخليك يا فوزي، متشكر جدا وتحياتي لكابتن ماهر وتحياتي ليك يا محمد. كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي كابتن رمضان نشكر حضرتك شكرا جزيلا، لقاء فعلا صعب هيبقى امام فريق بتروجيت. نذهب الى واحده من اللقاءات الصراحه اللي كانت ممتعه ايضا، فيها 5 اهداف، فيها تنافس، فرقتين بيلعبوا وهم ظروفهم كويسه، الاثنين في منطقه لا دافئه، وهو امبي والمقاولون، وامبي يتفوق على المقاولون ب3 اهداف مقابل 2، ايضا في لقاء كان فيه استغلال جيد للضربات الثابته، كان ابتدى التهديف اللاعب صلاح سليمان في الدقيقه 9، ثم اضاف محمد بسيوني لنادي امبي في الدقيقه 39 قبل ان يضيف ويليام اوكروكيد لاعب نادي المقاولين العرب، صراحه هدف جميل جدا، تسديده حلوه، ويضيف اللاعب محمد مجدي صانع العاب فريق ام بي، واحد من الاهداف الجميله ايضا، تسديده جميله جدا جدا جدا، ويختتم الاهداف محمد ناجي جدو افضل بديل، يعني جدو دائما وابدا بينزل يصنع الفارق، بينزل يجيب اهداف منذ 2010 لما خد افضل بديل في تاريخ نهائيات كاس الامم الافريقيه. كابتن ماهر ابدا بيك، اللقاء صعب على كلا الفريقين، كابتن محمد عوده ذاهب الى امبي بطموح الفوز والمنافسه، لكن فريق امبي استطاع ان هو يحصد 3 نقاط. مبروك لامبي طبعا ال3 نقاط، واضح قوي ان تغيير الاجهزه الفنيه يمكن خالد متولي المدير الفني هو ابن من ابناء امبي وبيتعامل معاهم بشكل كبير جدا وبيساعد بشكل كبير. طبعا الاحلال والتجديد اللي حصل في الاداره الفنيه خالد متولي استغله بشكل مميز، قدر ان هو يعمل توليفه جميله من لاعبي امبي، عوده الثقه والحاله النفسيه، يعني شايفين الهدف الاولاني ده يمكن صلاح سليمان ده مدافع امبي المتميز، صالح سليمان بيطلع يمكن في كرات الثابته اذا كان كورنر او فولات جانبيه ان هو بيجيد العاب الهواء كورنر بالظبط كابتن، يعني اسبوع ضربات الثابته بالظبط. فطبعا في رد فعل بالنسبه له بشكل كبير جدا، محمد مجدي عملها بشكل مؤثر، خبطت يمكن في دفاع انبي وراحت لصلاح سليمان المتابع بشكل جيد عشان يلعبها برجله الشمال تسكن شباك المقاولين العرب، ويمكن الهدف ده ادى ثقه للاعبي امبي ان هم يقدروا يسيطروا على محتويات المباراه. واضح ان خالد متولي محافظ اللعيبه من ناحيه الجمل التكتيكيه الهجوميه، عنده شغل من على الاطراف احنا شايفينه بشكل كبير، في شغل الكره دي يا كابتن اللعيب بسيوني هيستلمها وسط المساك ويلف ويشوط ولا صعبه 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 جدا، مدافعين المقاولين صعبين جدا، يعني هو انت ما فيش حل انك انت هتعمل كده، يبقى لازم اقفل له الزاويه الحته اللي بيلف من خلالها مهاجم امبي. المشكله ان دي كابتن مبادئ، يعني هي مش يعني مش هيش حاجه صعبه للغايه، ده المفروض الفرود اقل حاجه ان انا اقفل له زاويه التصويب بالظبط، يعني ودي من ضمن الحاجات محمد اللي احنا بنتكلم عنها، الملاحظات الفنيه اللي فيها سلبيات واخطاء من مدافعي جميع الفرق. فالنهارده بيلف محمد بسوني في الدقيقه 39 وخد ده كروس العرض اللي اتعمل بشكل يمكن كان على الارض،
بيلف بشكل جيد، وواضح قوي ان هو عنده رشاقه ومرونه. يعني هو من المهاجمين طبعا كمان المؤثرين، ولعيب سريع كمان، واضافه سريع. اضافه كبيره للاعبي بيلعب في اتحاد الشرطه بالظبط، جاي من الشرطه، فلعيب كويس بصراحه ولعيب مؤثر. ويمكن الهدف الثاني محمد مجدي كمان من تصويبه جميله، الاول برضو اكروكيد الاول جاب هدف برضو من الاهداف الجميله. وبعدين برضو يا كابتن بص، هو استلم الكوره وهيغير اتجاهه برضو مدافعين امبي، ولا كان يعني الاثنين كل المدافعين راحوا على اساس انه يعمل باس بالظبط، وسابوا له قلب الجول بالظبط. وقدر ان هو يشوف الجول من خلال طبعا هو مساندته للداخل، ولب بشكل جيد ودخل يعني طبعا التصويره حلوه جدا، ولكن ان هو يعدل على يمينه ويشوط في منتهى الراحه بالنسبه للمدافعين، يعني مفيش يعني اقرب خط ليه هو نص الملعب، الاثنين اللي قدامه دول لازم واحد يروح يعمل بلوك او واحد يروح يدافع على ويليام. لكن طبعا ما شاء الله يعني هو رجليه تقيله جدا، هو هدف يعني بص هدف من الاهداف الجميله المميزه في الاسبوع 27 في حته رايحه زي ما بيقولوا في الكوبس، يعني حته في المقص بلغه الكوره، صعب جدا على حارس المرمى. يمكن طبعا مخنان جايب بعوده يعني فرحان طبعا بالهدف ده، برضه هدف تسديده جامده جدا وجميله جدا من محمد مجدي. من اللعيبه المميزه ولاعيبه يا محمد من ضمن اللعيبه نفس السيناريو جميل قوي. رد عليه محمد مجدي، رد على ويليام، انت جبت الناحيه دي، انا ايه بجيب الناحيه دي برضك. من ضمن اللعيبه اللي احنا هنتابعها بشكل كبير جدا، لعيب مميز اضافه للغايه الصراحه، خالد متولي من لاعبي ام بي مميزين. هو بقاله سنتين يا كابتن صراحه، محمد مجدي لاعب صانع العاب على العالم. يمكن خالد اهو بيحييه، وبنحيي خالد طبعا على الاضافه الجميله والثقه اللي اداها للاعيبه انبي. الواضح طبعا الثقه دي ان هم باين عليهم في ادائهم في الملعب، وان هم بيردوا على المقاول العرب ان انبي النهارده جاي عشان تكسب 3 نقاط، وده كان واضح من اداء انبي من بدايه المباراه. ودي حاجه من الحاجات اللي كانت مميزه. ثم وجود بقى محمد ناجي جده وكابتن ماهر ونزوله واحرازه الهدف، جده برضه من اللعيبه الخبرات اللي بيعرف يجيب جوان يا كابتن. بالظبط، وزي ما قلت محمد ان جده يمكن احنا شفناه من خلال الكابتن حسن شحاته اللي هو يمكن اظهره في المنتخب واداله ثقه من بدايه الشوط الثاني، بيضيفه بشكل جيد. عوده طبعا قدر انه يعمل تغييره في الشوط الثاني لمحمد جده عشان يسجل من خلالها الهدف الثاني للتحرك، طبعا تحرك فيه من احمد علي. انا عايز اقول لحضرتك ان جده هو اللي قطع الكره من البدايه، وبعدين راح خد مكان يعني مكانه بقى الطبيعي كراس حربة، وراح احرز الهدف. وبعدين طبعا ويليام واضح قوي كروس عرضي، نفس الاحساس، الاتقان في احراز الاهداف والرؤيه الجميله لناجي جده عشان يسجل الهدف الثاني. لكن المحاولات استاذن حضرتك بس نروح للمهندس محمد عادل مشرف العام على قطاع كره القدم نادي المقاولين. مساء الخير يا باشمهندس. اهلا، مساء الخير، ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك وتحياتي يا كابتن ماهر همام وكابتن فوزي. مساء الخير يا باشمهندس. الله، كابتن ماهر وكابتن فوزي دول تاريخ في مصر. باشمهندس مساء الفل يا باشمهندس، هارد لك، معلش الماتش اللي فات. معلش حضرتك خير. هارد لك يا باشمهندس، ونادي المقاولين في وضعيه جيده، الاداء من كل فتره بيتحسن، وعندكم ما شاء الله فراوده جامدين جدا يا باشمهندس. الحمد لله، الحمد لله. وبس لو شيء بالتوفيق تبقى الوضع احسن من كده. انما احنا ما زلنا بنجتهد وبنجتهد، ونجيب الكابتن عوده واللعيبه اللي معاه، احنا مجموعه كويسه باذن الله. اكروكيد اول اهدافه مع المقاولين يا باشمهندس، وهدف جميل جدا. بالظبط. والماتش القادم امام طنطا استعداداتكم ايه؟ الماتش طبعا طنطا يعني لازم نبقى عارفين كويس انها في وضع حرج، وهتقاتل من اجل انها تعمل نتيجه ايجابيه، ولذلك احنا مصرين لعيبتنا ان احنا هنلعب برضه بمنتهى الجديه، لان هنقابل فرق كتير بتصارع نفس الظروف. فالاستعداد يعني باشمهندس، هل حسيت ان صفقات يناير والتدعيمات نادي المقاولين دلوقتي عنده ما شاء الله احمد علي في كراس حربه، ايضا حسام باولو، ايضا وجود محمد ناجي جده، اللعيبه الافارقه، هل كل دوت ادوا نادي المقاولين دفع داخل جدول الدوري؟ والله لحد دلوقتي لسه ما ظهرتش، لكن هم عملوا شغل كويس، لكن هي بس النتائج لو كانت ساعدت شويه كنا بقينا في المربع ده. لكن بنأمل برضه، لسه في 7 8 ماتشات، الظروف متغيره، ربنا يوفقنا ان شاء الله. هل بتأمل يا باشمهندس لعوده مره اخرى المقاولين لامجاد افريقيا؟ طبعا هو ده الخطط اللي احنا بنخطط عليه. نعم.
بس بالمناسبه انا عايز يعني اقول لك انا في المركز الاولمبي بالمعادي. نعم. وانا بقول لك بصراحه حاجه مشرفه جدا لمصر. هو تم تطويره فعلا. تطويره بطريقه لا احنا عاملين فانا عملنا معاهم هنا اكاديميه للمواليد العرب. نعم. لكن انا بتكلم على القائمين في المركز حاجه جميله وحاجه تفرح قوي 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 يعني وحاجه مشرفه لمصر كلها. دي حاجه حضرتهم على الهواء معاك يا فندم احنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك. ان احنا انا بنسعد لما اي طرح رياضي جديد بيبقى اضافه للبلد. المنظر النهارده انت تشوف الاولاد واللاعبين حاجه تفرح جدا وهتمتص يعني انت لو هتمتص طاقات الشباب في المنطقه دي وانا متاكد ان بعد فتره هتتغير سلوكيات المنطقه دي. الكوره قادره انها تقود البلد لاحسن شيء. اتفضل كابتن فوزي. يا باشمهندس عادل يعني بنقول لك ارد لك معلش الماتش اللي فات واحنا بنعتبركم الاستقرار الموجود عندكم يا باشمهندس ومجلس الاداره وانت على قياده الفريق برضو المشرف على الفريق ان محافظين على الكابتن محمد عوده مفيش تغييرات ده بيدي ثبات للفرقه. وانا قلت قبل كده انا والكابتن ماهر ان بنعتبر المقاولين العرب من الحصان الاسود اللي هو والاسيوطي في الدوري ومركزكم الحلو اللي موجود السنه دي يعني بعاد عن الهبوط والحاجات اللي كده ونتمنى لكم احسن من كده ان كنتوا ماشيين كويس جدا بس يمكن شويه في ماتشات كده وقفتوا فيها نتمنى لكم ان شاء الله في الماتشات القادمه تعوضوها باذن الله. انا بشكرك جدا كابتن فوزي وتحياتي كثيره جدا ليك ومش هننسى تاريخك وجوانك العظيمه. تحرمش مش عايز افكرك بجوان عشان هو كان في الزمالك مفيش داعي كابتن ماهر امام تحياتي دي. ربنا يوفقكم مش فاكر انت الجول اللي جبته من الاهلي للزمالك. مهندس محمد عادل مشرف العام على كرة القدم نادي المقاولين بشكر حضرتك شكرا جزيلا. نذهب الى كابتن خالد متولي القيادة الفنية لفريق نادي ام بي. مساء الخير يا كابتن والف مبروك. مساء الفل يا كابتن فاروق وسلام طبعا لكابتن مصر كابتن ماهر همام يا خالد وكابتن فوزي سكوتي حبيبي طبعا خالد خالد حبيبي يعني احنا يعني اتعلمنا منهم حاجات كتير حبيبي ويكفي ان انا كمان زميلت كابتن فوزي سكوتي في نادي الاتحاد السكندري فده يعني طبعا شرف ليا يعني وعلى وسام على صدري يعني. لا خالد انت تستاهل كل خير ويعني وشك حلو على انبي برضو يعني اتمنى لك يعني عامل ما شاء الله عامل ماتشات كويسه جدا واعتقد انك انت عرفت تلم اللعيبه من احرازهم للاهداف وجريهم عليك والالفه اللي بقت بين اللعيبه دي حاجه كويسه جدا وانبي ما شاء الله بقى في المركز كويس جدا بعيد عن الصراعات والحاجات كده ونتمنى لك التوفيق باذن الله يا كابتن خالد. حبيبي يا كابتن ربنا يبارك في حضرتك يا رب. شكرا كابتن. كابتن خالد هنسال حضرتك عن اللقاء فريق المقاولين من الفرق القويه ولكن انتم منذ بدايه المباراه مصممين على الفوز احرزتوا الهدف صلاح سليمان ثم هدف بسيوني قبل ان يضيف المقاولون هدف وتسديده جميله ولكن محمد مجدي ايضا ادالنا تسديده جميله للغايه واستطعتوا ان انتم تحرزوا ثلاث نقاط مهمه في مشوار انبي. والله يا كابتن مهم جدا خلال المرحله ديت النواحي الاراديه للاعيب دي مهمه جدا. نعم. ان انت بتطلع كل ما في جعبه اللاعب ده واستنفار اللاعب ده مهم جدا يعني تحضيره المعنوي والنفسي بجانب طبعا الفني والبدني فده مهم جدا فخلال الفترات اللي هي بتاعت الدوري وضغط الدوري. نعم. انت حتى التدريبات كلها طبعا ما فيش يعني انت ما بتعملش شغل في التدريب اللي حاجات خفيفه جدا تصحيح اخطاء كرات ثابته تنظيم بس ناحيه تنظيميه فان بتيم كبير وفي مجموعه محترمه من اللعيبه ولكن كان ينقصه بس النواحي الالتزاميه في الملعب. نعم. خد بالك تقارب الخطوط مع بعضها فهو ده الشغل اللي احنا بنشتغل عليه فقط لا غير بجانب بعض الحاجات الثابته بس هو ده اللي بنشتغل عليه. طيب فمهم مهم جدا وخاصه ان انا مش غريب على الفريق ده اكيد يا جماعه واحد من اولاد النادي يعني وعارف كل الامور. كابتن عايز اسال حضرتك اعتمادك على القعود هل بسبب تالقه في اللقاءات اللي حضرتك كنت بتشركه لما كان بديل؟ طب انا عايز اقول لحضرتك على حاجه غريبه جدا يعني فضل. ان قعود في بدايه الموسم كان عايزين يمشوه يمكن انا واستاذ زكريا السيد اللي هو نائب رئيس النادي احنا اللي تمسكنا بوجود قعود. نعم. لان انا عارف قدرات قعود ايه واخد بال حضرتك. نعم. فطبعا لما قعد فتره
اي لعيب طبعا بيبقى فتره والكباتن مصر مع حضرتك طبعا عارفين بيتاثر طبعا بيتاثر كتير جدا في ادائه او في مستواه. لكن انا لما تواجدت واخد بال حضرتك انا عارف امكانيات تعود لا هو بيجيد ان هو يلعب في كذا مكان يا كابتن تمام يعني بيلعب في اللايف تعود سواء في الجنب اليمين او السترايكر او في الجنب الشمال ايوه بالاضافه عنده نواحي دفاعيه جيده نعم. نواحي هجوميه جيده بيلعب بدماغه يقدر يجيب لي جول بيرجع في النواحي الدفاعيه يطلع لي جول لا فلاعب يعني لعيب مفيد لاي مدرب واخد بال حضرتك نعم. طب عايز اسال عايز اسال حضرتك على محمد مجدي ما شاء الله متالق في الفتره الماضيه بشكل كبير جدا واصبح من اللعيبه اللي من الممكن انها تنضم لمنتخب مصر. لا مجدي امكانياته عاليه جدا لعيب عنده رؤيه في الملعب يعني عنده فكر مسبق قبل ما بيستلم الكوره دلوقتي ان انا بزود مجدي بالتصويب لازم بيصوب على الجول على مجدي كان بينقص شويه النواحي الدفاعيه دلوقتي الفرقه كلها يعني حضرتك احنا اللي بنشتغل عليه طول ما احنا في وضع هجومي الفرقه في وضع هجومي لما اصلا بنفقد الكوره كل الفرقه في وضع دفاعي مجدي بيدافع بيستخلص اكيد كل ما بيلعب مباريات كثيره فاكيد بينضج بيكتسب خبرات وطبعا مجد من اللعيبه اللي هي ليها كابتن خالد متولي المدير الفني لفريق نادي امبي بشكرك شكرا جزيلا ونذهب الى الكابتن طارق يحيى. كابتن طارق تعادل امام مصر المقصه بدون اهداف واصبح روايدا روايدا فريق نادي بتروجيت بيذهب الى المنطقه الامنه. كابتن طارق طيب حتى هنرجع هنحاول نعاود الاتصال. طيب كابتن طارق مساء الخير. ازاي حضرتك وتحياتي وتحيات كابتن ماهر همام وكابتن فوزي وتعادل كان تعادل كان صعب امام فريق محترم مصر المقصه وبتروجيت رويدا رويدا نذهب الى المنطقه الدفاع يا كابتن. بس عليك يا ابو حميد وعلى الكابتن ماهر وعلى الكابتن فوزي منورين. الحمد لله طبعا مفيش شك يعني زي ما انت قلت ابو حميد بتلعب فرقه كويسه وفرقه محترمه مش مكانتها ولا ادائهم حتى يعني من اول الموسم. وفريق المقصه معروف ان هو فريق محترم فريق كبير فريق من الفرق اللي لابد ان انت تعمل لها الف حساب يعني. ولكن هم تعرضوا لهزه كده الفتره اللي فاتت لكن انا كنت عارف ان احنا هنلاعب فرقه محترمه فرقه كبيره عندها قدرات هجوميه عاليه جدا وبالتالي كنت مكلم مع اللعيبه بتاعتي ان هم لازم يكونوا مركزين كويس قوي المباراة. والحمد لله يعني يمكن حتى احنا الشوط الاول كنا افضل وكان ممكن جدا على يعني نطلع بهدف او هدفين على الاقل في الشوط الاول لكن ربنا ما اردش يعني. طيب كابتن طارق غدا هتلاعب الرجاء والرجاء اصبح له وضعية مختلفة على كابتن رمضان فريق اصبح شرس دفاعيا وخلاص يعني اللقاء اعتقد يوم الاربع واللقاء هيبقى صعب مش سهل على فريق بتروجيت. أكيد طبعا فرقة دلوقتي أصبحت فرقة كويسة كابتن رمضان هي عمل طفرة كبيرة وعندهم لعيبة كويسة وأصبحوا بيكسبوا ودخلوا في دائرة المنافسة على البقاء بشدة بعد المكسب الأخير على رجلة ده دخلهم بشكل كبير وإحنا عارفين كويس أهمية الماتش وصعوبته بالنسبة لينا وليهم برضه إن شاء الله بإذن الله نعمل ماتش كويس ونخرج بالنتيجة إيجابية إن شاء الله بإذن الله لأنه ماتش صعب. وانا قلت الكلام ده للاعيبتي وقلت لهم ان فريق الرجاء اصبح فرقه لها انياب يعني وفرقه كويسه ولابد نحترمها ولابد ان احنا نشتغل بشكل جامد جدا في هذه المباراه لانها هتبقى مباراه بالنسبه لهم هم اكيد مليون في الميه بقاء في الدوري يعني من احد اهم العناصر او اهم المنشآت اللي ممكن تخليهم موجودين في الدوري بشكل كبير يعني. كابتن طارق يحيى كابتن مصر وكابتن نادي الزمالك والمدير الفني لبتروجيت بشكر حضرتك شكرا جزيلا. سريعا اذهب اليك كابتن فوزي المصري والاسيوطي ثلاث نقاط مهمه للغايه بالنسبه للمصري وصراع المركز الثاني لا يزال مستمر. هو ما شاء الله يعني احنا نمسك الخشب فريق المصري ماشي كويس عاملين نتائج كويسه عملوا ماتش حلو قوي مع الاسيوطي مع ان احنا كنا لسه بنقول الاسيوطي من الفرق اللي عملت ماتشات جميله جدا في الدوري السنه دي. نعم. كابتن علي ماهر عمل شغل حلو قوي جدا مع الفرقه وثبت فعلا الحصان الاسود هو والمقاولين زي ما احنا قلنا عاملين شغل كويس جدا السنه دي غير السنين اللي فاتت او لسه بالنسبه للاسيوطي اول سنه ان هو بيلعب في الدوري الممتاز برضو دي تحسب لهم انه عاملين شغل حلو قوي عاملين نتائج حلوه قوي عاملين ماتشات حلوه خدوا
يعني الناس كلها اجمعت على ان فرقه بيحبوا يتفرجوا عليها وهي بتادي فرقه كويسه فرقه منظمه بتعرف يعني يعني يمكن الماتش اللي فات المصري تفوق عليهم شويه برضو الناحيه الدفاعيه زي ما احنا بنقول. طب هل يعتمد كابتن حسام على بانسي وايضا احمد جمعه واحمد شكري اللي احرز الهدف؟ هل تعدد الحلول الهجوميه بالنسبه للمصري هو اللي اديته الفوز يا كابتن؟ طبعا كل ما بيكون يا كابتن محمد بص احنا تملي بنقول ايه الفريق الاهلي مميز ليه؟ عنده حلول. نعم. ما بيبقاش عندي واحد مثلا لعيب واحد بس ممكن لا قدر الله بيتصاب او ما بيلعبش او اتوقف ولا حاجه الفرقه وقفت. نعم. لازم يكون عندك حلول. الفرقه ما يكون عندها حلول اي واحد ممكن يخطف جول. يعني بص اللي انا بقول على برضه الفرص اللي هي بص يا كابتن محمد بص يا كابتن ماهر واقف الدفاع بص لو جاب فتح الصوره شويه للمخرج هتلاقي الديفنس كله واقف ورا بعض. نعم. يعني الديفنس واقفين ورا بعض رغم ان هو مفيش غير ان هو هيلعب عرضيه لاحمد فراوده. طب انت واقف انت واقف في العرض بتعمل ايه؟ لازم عينك يعني وجيبها لنا تاني المخرج هي هتيجي الاهداف هتيجي عشان يعني سريعا الوقت هتلاقي بيبقى في انتشار يا فوزي دفاعي وفي انتشار هجومي مهمه جدا ان انت وانت واقف تشوف اللعيبه اللي عندك اللي هيحرز هدف عشان كده راحت بعديهم الاربعه واقفين ورا بعض زي ما كانوا واقفين طابور الكره دخلت من وراهم فده الهدف برضه وهدف الثاني ايضا من ضربه ثابته كابتن وده الاسبوع اللي احنا بنقول عليه وبصراحه الحارس ما كانش في مستواه حارس يعني برضو الزنفولي يعني حارس الاصلي يعني اسلام صلاح دخل معاها يعني كمل فيها وهي داخله الجون يعني برضه يعني برضه الجون ما قدرهاش كويس يعني داخله قوه قويه جدا خطوتين واحمد شكري اللعيبه حلوه قوي قوي ده يعني الصراحه عاملها قويه يعني حتى خدعت الجون ودخلت يعني عاملها قويه يا تخبط في حد وتخش يا اما تخش هو بامانه شكلها كده ملعوبه في الجون مع القوه بتاعتها دي مش لحد هي ملعوبه تدخل جون. نعم. طيب وعوده محمد رزق لضربه جزاء ولكن النادي المصري احرز الهدف الثالث ايضا عن طريق اسلام صلاح برضو كان في خطا من حارس مرمى فريق الاسيوطي. ما هي برضو نفس التمركزات بتاع اللعيبه يعني شوف هو واقف فين ما حدش معاه خالص ده خطا واضح لحارس المرمى يعني حارس المرمى حارس المرمى والباك الباك اللي بيجي يقول يمسك العرضه الاولانيه والثاني بيمسك العرضه الثانيه يبقى حد واقف بيرجع واحد طويل من يعني الموجودين في الفرقه عشان يقفل في حاجات كلها لما نلاحظ تلاقي الفرق في الدوري الممتاز لما تلاحظ يا محمد بص وكابتن ماهر هتلاقي ان معظم الاجوان اللي بتيجي غلطات ديفنس على فكره عدم التمركز صح عدم الوقوف صح عدم شايف الكوره يعني كله بيجري ورا الكوره مش شايف مين اللي وراه تتلعب الكوره تلاقي واحد واقف لوحده يحط الكوره جون هي دي برضو المصري لديه لقاءين مؤجلين يا كابتن ولعب 25 مباراه وعنده 48 نقطه هل المصري له فرص انه يقتنص المركز الثاني؟ المصري بيلعب على انه يبقى موجود في ضمن الاربعه الموجودين لكن حاليا هو بينافس طبعا يعني هو بينافس على انه عايز يدخل برضو تاني وعنده اللي هو عنده لعب 26 ماتش يعني 25 ماتش فاضل له ماتشين يعني هو عنده 39 بونت فممكن يقدر لو حقق كذا تمشي معاه ويدخل يلعب على الثالث حتى لو يلعب على الثاني فبرضو عنده فرصه هو لو كسب اللقاءين هيبقى في المركز الثاني هيدخل ينافس وعنده فرصه يعني يمكن الماتش الجاي عنده ماتش الاهلي الاهلي تقريبا هيلعبه بس اعتقد ده مؤجل الاهلي هيبقى مؤجل هيبقى في ضمن المؤجلات ولكن في القريب العاجل انا طبعا وقتي للاسف انتهى وكنا نتمنى يبقى عندنا وقت افضل من هذا ولكن احنا يعني ادينا شرح مفصل وتحليلي لكل اللقاءات الجوله ال 27 من الدوري الممتاز في النهايه طبعا بشكر ضيوفي الكبار كابتن ماهر كنت مشرفني النهارده شكرا محمد انا كنت سعيد معاك فوزي كنت طبعا ايضا كابتن مصر النادي الاهلي كابتن فوزي كنت يعني منورني ودايما كده نشوفك دايما حبيبي كابتن محمد كتر خيرك وسعيد ان انا موجود ومع الكابتن ماهر طبعا ده حاجه تفرحني ودايما يا رب ان شاء الله والتوفيق للنادي الاهلي في الماتشات الجايه كلها في افريقيا ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكون موفق في بدايته الافريقيه يوم الثلاثاء بعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم بعد برنامج استاد الاهلي مستمرين مع حضراتكم والاهلي في كل مكان وحوارات مهمه للغايه ودائما وابدا اوعى تروحوا بعيد عشان نادي الاهلي حديث.